بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم مرة أخرى. بعد الفاصل نستقبل ضيف له أهمية خاصة، العميد محمد بدر. ولكن لماذا العميد محمد بدر؟ على المستوى الشخصي هو صديق قديم وبلديات من كفر الزيات، ورجل سياسة وحنكة ويجيد التفكير ويجيد الحديث وعنده ثبات على مبدأه، ولكن نختلف كثيرا مع بعض في السياسة، في الرياضة، في المواقف، ولكن نتفق في شيء لا يقبل الخلاف، حبنا للنادي الأهلي أنا وهو. أيضا رغم اختلافاتنا السابقة واتفاقاتنا، إلا أننا لم نختلف أبدا على الود والاحترام بيننا. العميد محمد بدر، أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا كابتن، شكرا جزيلا على التقديم. ودي حقيقة، يعني أنا قبل ما أبدأ انت اللي السبب في ان انا عضو في النادي الاهلي، والكلام ده من اكتر من 41 سنه. لما في يوم دخلت النادي وحضرتك سالتني انت منين، فقلت لك من كفر الذات، مش عايز تبقى عضو في النادي، قلت لك ايوه. ناديت لحد وجاب استماره وتفضلت مشكورا بانك انت كنت سبب في ان انا ابقى عضو عامل في النادي الاهلي، وتشرفنا بيك. اهلا بيك. بس هذا لا يعفيني من ان انا زعلان منك قوي. ما احنا جايبينك تزعل مني وازعل منك. لا ما هو ماشي، بس احنا خلينا نتفق بس على حاجه. أيوة يعني طبعا. اسمعني عشان اسمعك. لابد. وفي الاخر هنطلع من هنا اخوات واعضاء النادي الاهلي، ويجمعنا حب النادي الاهلي باذن الله، وبتجمعنا قبل حب النادي الاهلي حب البلد طبعا. واكيد دعواتنا بكره بالتوفيق للنادي الاهلي، ان ربنا يكرمنا ان شاء الله، ويضم كاس مصر لقائمه الانجازات الطويله اللي ممتده على مدى 100 سنة و10 تقريبا دلوقتي يعني. على فكرة، بس الأول سألته تحب نأجل الحلقة اللي بعد كأس مصر؟ قال لي ليه؟ إحنا هنتكلم كلام موضوعي والناس هتسمع وتفكر معانا، واللعيبة في حتة تانية، إحنا مالنا مال. مظبوط مظبوط. لكن أنا الحقيقة أن يعني ليا حق عرب عندك، أنا هقعدك قعدة عرب، لأنك شتمتني في الحلقة بتاعت النهار، أنا واحد من الناس اللي شتمتهم. يعني انا وانا اكلمك كلام اخ، يعني انت تعرف شتمتك. ايوه، ما انا احنا ده انا مش شتام يا محمد. طب اصبر بس. طيب لا هتلاحقني. لا انتوا قاعدين، انتوا الاثنين ما قاعدين زي ما اكون متهم وانتوا بتحققوا معاه، فبلاش تقول انتوا الاثنين عليا يعني. انت النهارده يا باشمهندس، انا في الحقيقه يعني وبكل الصدق، وانا كنت دايما بتعامل منطلق ان المهندس عادل الايعي افضل من يتكلم عن النادي الاهلي. دي حقيقه، هذا قولا واحدا، الى ان جاءت حلقه النهار. وانا اعتقد النهارده النهار حلقه برنامج النهار. افتكرت النهارده، عمال افكر قناه اسمها النهار. وانا لا اخفي عليك بكل الموده، كثيرا جانبك الصواب، والاول مره اشوف، لدرجه ان انا والله كنت بحاول اقرب من التلفزيون. حدد النقط بس. ما انا يا سيدي اصبر عليا. يعني احنا نختلف في 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 بنود في اللائحه، حقنا كلنا الاختلاف حق، لكن ان انا اقول من الشيطان الذي اوحى بموضوع، اوعى تكون انت. ما ده انا جاي اعترف، اصبر عليا بقى. وانت عارف مش لا والله ما اعرف. لا عارف والله ما اعرف. انا واحد من انا فيما اعتقد ان الشياطين كثر، وانا واحد منهم. لا لكن لا خلينا بس. طب الشياطين الحمر. لا انتوا كده مش هكمل في كده، هتشتتوني. يعني ان يعطى ايحاء ان النادي الاهلي يدار بشياطين، وهندخل ما نختلف فيه من امور قبل للتغيير في قضيه الايمان والكفر، انا مصدوم. لكن هكمل، بس هقول لك كل اللي عندي عشان حضرتك تتفضل ترد، لان انا في نقاط محدده المتني شخصيا جدا، المتني. سيبك من الخلاف، انا دايما لما بنيجي نتناقش يا باشمهندس عادل والاستاذ ابراهيم، دايما بنضع معايير اللي نتفق او نختلف في اطارها، مش شخصي. لكن انا لما اجي النهارده، حتى لو موضوع الانتخاب او الجمعيه العموميه في مقرين هنناقشها، وانا هقول لك وجهه نظري. لكن لمجرد ان انا مختلف مع الفكره، اقول من الشيطان الذي اوحى، وانا ما اعرفش كان الخطاب لمين، من الشيطان الذي اوحى لك بهذه الفكره، مع العلم ان انا كنت عارف ان في لجنه، وانا واحد من انت كنت في اللجنه دي؟ لا انا ما كنتش. لا طيب. انا ممن كنت ألح على أخواننا في أعضاء مجلس الإدارة وفي مقدمتهم محمود طاهر، أن لا يجب أن تعطى الفرصة لكل أعضاء الجمعية العمومية في أي مكان الوجود يطلب صوتهم، وأن احنا لا يجب أن نفرق بين الجزيرة ومدينة نصر، بس ده هنناقشه بالتفصيل.
النقطة الثانية اللي أزعجتني جدا يا باشمهندس، إن أنت بتتكلم عن موضوع التجنيد ده وتقول يروح يجيب جواب من الجيش إنه ترشح. أنا هذا خلط في أدوار المؤسسات، لكن أنا عايز أقف عند موضوع التجنيد بالذات لأنه يمسني أنا شخصي. يعني أنا النهاردة لما يجي واحد يتهرب من الخدمة من القوات المسلحة، وهي شرف، وهي شرف لكل بني آدم ينتمي لها، ويروح يقعد بره أو يهرب بشكل أو بآخر لغاية سن الـ30، وأنا ضد هذا القانون بالمناسبة، وأملك من الجرأة والشجاعة أن أنا أقول كده، ضد هذا القانون. اللي هو إيه؟ اللي هو قانون أن لما يوصل للـ30 لا يجند وتعمل له محكمة ويدفع غرامة، كما لو كنا رجعنا للبدلية ما قبل ثورة 52. طيب يقوم أنا في واحد شاب أدى الخدمة العسكرية وتعرض لأنه يصاب، وتعرض لأنه يواجه عدو أي مكان هذا العدو، وبيضحي بنفسه وحسويه بواحد تهرب من الخدمة دفع قرشين علشان خاطر يتهرب، هذا طب هذا عايز اقول لك حاجة. لا 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 مؤاخذة، انا لازم مش كله لا مع لا بعضه. متأسف خلينا انا لا لا في حاجات وجعاني، في ما حاجات هتقولها في لا في لا متأسف يا كابتن عبد العزيز. طيب. لان انا لازم افضل طلع وجعك كله، اطلع وجعك كله، انا اسوي ده بده، يبقى انا بقول للشاب المصري الذي لم يجن واللي جاي له عليه الدور، لو جات لك الفرصة ما اهرب، وعندي الـ30 هتسوي وكل امورك هتبقى متظبطه، ويرد لك الاعتبار. يرد له اعتبار ايه؟ يعني لو في لص وفي فسده وبيحاكمهم وبيرد لهم اعتبارهم، بس لو جه يتجوز بنتك هتديها له؟ لحظه واحده بقى، اللائحه دي بتقول اه، ماليش علاقه انا بال الله، ما انا بتكلم على اللائحه، بتكلم على اللائحه. بص انا بقول ايه؟ لو سم... دي ازدواجيه في المعايير يا بدر، يعني باشمهندس انا برد عليك انت، اللائحه دي صاغه قانونين، اذا فيها حاجه هي مش قران. طب ما ده كنت الاستاذ رجاء عطيه، الاستاذ رجاء عطيه، الدكتور علاء مشري كويس، وهو خبرات بتتكامل، وقالوا بعد ما هيعملوا المشروع ده اضيف بعد كده، وانا ما كنتش اعرف، الدكتور محمد فضل الله كراجل بيلخص وبيكتب وبيقدم الناحيه التنفيذيه، قالوا مجلس الاداره ده السيكونس اللي اعلنه مجلس الاداره، قالوا مجلس الاداره هيعتمد المقترح بمشروع النظام الأساسي وهيطرحه للمناقشة الاجتماعية. معنى المناقشة الحوار المجتمعي. معنى الحوار المجتمعي يعني إيه؟ اللي عايز يتفق يتفق، واللي عايز عنده اقتراح بإضافة يضيف، واللي عنده خلاف على مادة ولا اتنين عشان نصل للشكل، عشان كلنا نتفق على صياغة في الآخر. طيب. هذا بالضبط، لحظة واحدة، هذا بالضبط ما فعلته هنا في قناة الأهلي، وما فعلته في قناة النهار، ما عدا اللفظ اللي مضايقك، إذا كان مضايقك خلاص أنا يعني مش هي دي اللي وش لا ممكن. لا 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 مش يعني. طيب احنا انا إذن هل أنت دلوقتي متفق معي أن هذه هي لحظة النقاش المجتمعي؟ الحقيقة أنا كنت متصور أن بدر بقيمته الأستاذ محمد بدر، يا جماعة عشان تعرفوا مين الراجل ده، مش راجل عدو نادي صاحبي، ده راجل أختيرة ضمن الثلاثة المشرفين على الانتخابات الماضية، يعني هو رجل صاحب خبرة وصاحب رؤية وصاحب قدرة تنظيمية وصاحب فكر، فاحنا جايبينه من هذا المنظور، وهو رجل سياسي واخد سكة المعارضة، لكن معارضة ايه؟ معارضة كل واحد يعارض في اللي هو عايزه، لكن انت تتفق معايا انك انت تقول انا نصيري، وبعدين ليك مقدم لي مشروع كله رأس مالي؟ لا. طيب. ده اللي انا بقوله، ان احنا والخدمة التي أستطيع أن أقدمها للمجلس ده واللي قبليه واللي بعديه، أن أنا أكون موضوعي في حواري. طيب. وأناقش الثغرات، بعضها عايز إعادة صياغة وبعضها عايزها أنت تتلغي. هتديني فرصة أتكلم ولا أنا خلاص هسمعك. أنا خلصت. خلصت؟ طيب. هنا 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 أنت شوف يا باشمهندس، أنت لما بتيجي تتكلم بتقول حوار مجتمع، مع أنها يعني هي كلمة استهلكت ولم تطبق في اي موقع، وان انا معارضه هذا شرف لي بالمناسبه. طبعا شرف لي. كويس طبعاً. كويس طبعاً. ولا اتبرأ منه. طب معارضه دلوقتي، ما انت جاي تقول انت ولا اتبرأ منه. نمره اتنين، انت لما بتيجي تقول لي مع الاسف الشديد الوزاره واللجنه الاولمبيه عكوا من قانون عك ولائحه استرشاديه عك، لا اصبر اصبر، وجاي تقول لي وتروح مزنق الناس كلها في 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 في, في مده قد كده، وتقول لي اعمل لائحه واعمل حوار مجتمعي، وتدخلهم في معارك ما انزل الله بها من سلطان. هي الناس هتفضل هي انا عايز افهم هي الناس هتفضل انا لو انا ما لو انا عايز اعمل انديه واعظم دور الجمعيه العموميه، مش هعظمه، هو مش من حقه يعظمني، ده حق ده النادي بتاعه، وانا حقي انا اعظم الدور فيه، يا مش يعظم الدور مش منحه يعني. انا التعبير حتى مختلف معاه،
ما حدش بيدي للجمعيه العموميه حق انه منحه ان هو يتعظم. ما الوزير السابق رفض ها ايام الانتخابات. ما تدخلنيش بس يا سيدي، ما هو في ناس بتدي الحق. خلينا في صدد ده يا بدر، هندخل في ده بقى يا باشمهندس عادل. انت جايبنا مش في اتكلم. واحد بيوافي واحد ما بيوافقش. انت جايبنا اتكلم ولا جايبنا مش انت جايبنا اتكلم ولا جايبنا اسمع يا باشمهندس؟ لا لا رد عليا، انت جايبنا اتكلم ولا جايبنا اسمع؟ انت بتقول مثل يا عم، عايز اتكلم من الجمله عشان اكمل فكرتي ما تهش. ماشي. انت لو انت لو الناس دي جاده في اللي حضرتك بتقوله ده، انا موافق عليه مليون في الميه، ان اللائحه كان يجب ان يكون هناك او اساسا انا افوض الجمعيه العموميه. يعني انت النهارده لما تيجي تقول لي حتى اللي بيصيغ مش مدرك قواعد اللغه العربيه، مش مدرك مش فاهم. احنا نعمل ايه؟ ما نقول كده. لا ما انت كمان انت عايز تجيب في وسط العك ده بكره ختم الناس جرتها كده وتقولوا النبي في ثلاث ثواني فصلها لي. خلينا اكمل. تيجي النهارده تقول لي لائحه استرشاديه، مفهوم مدلولها في اللغه ان لك ان تاخذ منها ما تشاء او تتركها كيفما تشاء. في فرق بين كلمة استرشادية وملزمة. كل ان انا احط قيد القيود اللي هو حاططها اصبحت ملزمة، ما اصبحتش استرشادية. ليه؟ هذا هو كده، لان انت لما تيجي تقول لي تعالى بقى، هل الحق في حق الجمعية العمومية للنادي الاهلي حق خاص بإدارة منشأة لكنه مرتبط بالحق العام، بالحق السياسي العام، مش منفصل عنه. يعني انت لما تيجي تقول لي انا هعمل انتخابات في النادي الاهلي، لازم تبقى جزء من منظومة الإدارة العملية الانتخابية في مصر كلها، معاييرها، معايير واحدة، لا يجب أن تتجزأ. ما ينفعش تقول لي أنا هعمل الانتخابات دي هنا كده؟ لا وهنا هعملها كده. يعني أنت النهاردة جيت وبوضوح شديد، جيت في انتخابات الرئاسة قالوا يومين. شاف هم على صواب، هم على خطأ، دي مش قضيتي، لكن قرروا أن هم يمدوها يوم تاني. هذا شأن عام يصبح قانون في حد ذاته، والا يبقى احنا عندنا ازدواجيه على مستوى الدوله، ازدواجيه في المعايير. انا هكمل. طب وده حوار؟ ده ما اسموش حوار. طب اتفضل. الحوار انك تقول بنقطه وانا ارد عليها. اتفضل. الدوله كل انتخابات لها طبيعتها، يعني الدوله لما بتيجي انتخابات مثلا مجلس الشعب، الرئاسه، استفتاء الدستور، بيأمنك الجيش والشرطه في كل مقرات الدوله. انت انتخابات الانديه ومراكز الشباب مش هتحظى بهذا، والا تبقى التكلفه رهيبه، مش هتحظى بهذه الحمايه، فما تقدرش تعملها على اكتر من يوم. لذلك انت القانون لما بيجي يقول لك اعملها على يوم، ده الناس بتشك في صوابع ايديها. هتيجي تقول لي انقل الصناديق من المقر ده للمقر ده وافرز ثاني يوم وبيت الصناديق، مين اللي يحرسها ومين اللي ينقلها؟ هنناقش تفاصيل الموضوع ده يا باشمهندس، لان انا ليا وجهه نظر مختلفه مع حضرتك. اتفضل. طبعا. فانا بتكلم على ان تكون هنا اي بلد في الدنيا بيحكمها قانون واحد، سواء في الشأن العام أو في الشأن الخاص. ازدواجية المعايير في القوانين وعلى الهوى. ونيجي نتكلم مع الناس يقول لك هو مش قانون. القانون أنت لما تيجي تقول لي أنا مش هعترف بالجمعية العمومية اللي على يومين وفي مقرين، بموجب إيه؟ يقول لك أصل كلمة اجتماع تعني اجتماع واحد في يوم واحد في مقر واحد. هذا تفسير مش قانون. يقولوا كده ويقول لك وأنا مش هعترف. دي واحدة يا أستاذ إبراهيم عشان أكمل الجملة. أنا عايز أقول في قاعدة قانونية مؤسسة تقول كده، لا تجريمة إلا بنص، لا عقوبة إلا بنص. كويس أوي. مظبوط كده؟ طيب. والنص يجب أن يكون محكم. كويس. مفيش تجريم على فهم. كويس. ولا في تجريم على مين الجهة؟ طيب. مين الجهة اللي طيب. خليني أقول لحضرتك فهمك. مين اللجنة الأولمبية؟ اللجنة الأولمبية مش كده؟ خلينا بس نقول ليه أنت حضرتك كمبدأ وكقانون لا تجريم إلا بنص. رد اللجنة الأولمبية قانون الهيئة القانون 71 لما ادى الحق للجنة الأولمبية في المادة الرابعة بتاعته كل ما يصدر عنها المفترض بقى جزء من القانون، هي اللي هتدير المشهد لغاية لما تخرج بينا من المرحلة الانتقالية. كويس. هذا عوج في التطبيق. عوج في القانون. لا اصبر عليا. لا ده انا هقول لك كارثة، احنا قدام كارثة تانية. هقول لك قدام كارثة تانية. ماذا فعل القانون؟ القانون اعفى الوزير من المسؤولية السياسية ولا المسؤولية الجنائية حتى. خلاص الوزير مش مسؤول دلوقتي. ماشي. اللجنة الأولمبية. وانا هضرب لك مثلا ولا اللجنة الأولمبية، اللجنة الأولمبية لجنة أهلية، ما هياش لجنة حكومية. يعني النهاردة إخواننا وأشقائنا في فرع الشيخ زايد، صرف النظر أنتم الناس متفقة ولا مختلفة أن هم أعضاء جمعية عمومية، مش ده بحثي. الآن في حكم. أنا متفق أن هم أعضاء جمعية عمومية. يا سيدي أنا جاي لك، ما أنا عايز أوضح لك بس عيوب المصايب اللي بيعملوها في اللي بيتكلموا في القانون واللوائح دول. هذا القانون في مواجهة شخص محمود طه. إذا هذا الشخص محمود طاهر ما نفذش القانون ده يتحبس بكره. طيب
كان زمان الوزير عليه المسؤولية دي ويقدر يرفع على الوزير قضية ويحبسه. الوزير نقطة تانية عايزين نتكلم فيها. ماشي أنا جاي لك بس والله هخلص. اللجنة الأولمبية لا 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 ما بقاش فيه مسؤول إلا رئيس النادي الأهلي. يا ينفذ يا يحبس. يعني 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 خلاص مفهوم استاذ حضرتك حاجه المؤكد ان احنا في صف النادي الاهلي مش في صف الحكومه ولا الوزاره. لا لا انا عايز اقول لك والمؤكد ان اللجنه الاولمبيه عندها قانونينها اللي يقدروا يدافعوا عنها. احنا معنيين كحوار مجتمعي مناقشه لائحه الاهلي. هو دلوقتي في حوار مجتمعي يا استاذ ابراهيم؟ اتفضل. انا لم ارى في حياتي مجلس اداره بيتعرض الى هذه الحمله وانا في حاله فزع. وانا هستشهد بصالح سليم للكابتن عادل دول. حمله حمله ممنهجه في صدى البلد شوبير واحمد موسى. ويا اخي الناس بتتكلم كلام حتى مش وعياله. يعني النهارده لما شوبير بيتكلم عن المقرين يعني انا النهارده لما بتهاجم في الاهرام انا بتعرض لحمله ممنهجه. انت شخص مش مؤسسه. لا انا بتعرض عشان المؤسسه. رد. ومحمود طاهر شخص وانت شخص وابراهيم شخص. حقك ترد. انا بتكلم على كيان انا بحبه بصرف النظر عن الاشخاص بقى. ما انت بتتكلم على الاشخاص. ما انا جاي انا خليني بس اكمل. يعني لما يجي شوبير يقول ايه قوه النادي الاهلي في وحدته. هنرجع تاني للمقرين دول. وضرب مثل بالولايات المتحده الامريكيه. هو ما قراش حتى يعني ايه ولايات متحده امريكيه. هو ما يعرفش الولايات المتحده الامريكيه دي ولايات 52 ولايه. كل ولايه لها قانونها ولها برلمانها ولها حاكم. ملوش علاقه بالولايه الثانيه. لا ليه علاقه. لا لا تجمعهم تجمعهم الفدراليه يا سيدي. طيب. انا والله طيب. انا راجل. لا انت راجل استاذنا فاهم. ده انت لكن هل كل ان هم ولايات. انا طبعا مش عشان ما ينسحبش بس الكلام على المقرات. هل ده اعفى ان تكون القوه العظمى في العالم؟ يا اخوانا يا اخوانا بلاش لما نيجي نختلف اعمل لي فرق قياس مختلف. نختلف موضوع. لا لا انا بختلف موضوع. انت تعالى بس انا عايز اقول لك حاجه بخصوص المقرين. ليه انا يعني انا اولا يعني ما حد يجي يقول لي انا زي اقول الباشمهندس عدلي انا خايف ان النادي الاهلي يتقسم والنغمه اللي شغاله دلوقتي في صدى البلد الاهلي بتقسم. طيب يا سيدي خلينا نتناقش بالعقل. لو انت كاتب في الكارنيه العضويه عدلي الايعي عضو النادي الاهلي بالجزيره محمد بدر عضو النادي الاهلي بمدينه نصر انت بدات ممكن من الممكن انك انت تقول والله ده ممكن يعمل تقسيم. لكن انت عندك كشف جمعيه عموميه. لا انت عارف مين اللي في مدينه نصر ولا انت عارف مين اللي في الجزيره. فيطلع تاني مره تانية شوبير يقول لك ده وصلنا. شوف الكلام اللي بيزعلنا ان لما بتوع الجزيره يروحوا مدينه نصر يبصوا لهم كده ويقولوا ايه كده يعني يشمئزوا والعكس. طب هو احنا حاطين على يعني كل واحد فينا حاطط على اورته كده. هو لا هو الناس عارفه بعضهم التردد. لا طب انا ايه انت انا بترد على مدينه انا بترد على مدينه نصر. انت راجل نفني. انت راجل من كفر الزيات وسياسي عريض. يا اهلاوي قدير انا بترجاك انا والله العظيم. لا انت منشاك الجزيره. اتكلم لا انا اهلي ماليش ما اعرفش ايه الجزيره. ما دي النقطه. انا لا اعرف اهلي. اسمع بس اقول لك على حاجه. انا لا اعرف جزيره ولا اعرف مدينه نصر ولا اعرف زايد. انا اهلي. طب انا هسال سؤال. اتفضل. انت حضرتك مع يعني سيبنا من الاجتماع الخاص، الاجتماع الخاص ده ليه ظرف استثنائي. مع الانتخابات تجرى في المقرين؟ نعم. هو نعم وعايز اقول لك هسأل سؤال. اذا لم يفعل اسمع واذا لم يفعل مجلس الاداره ولم يفعل هذا محمود طاهر انا احاسبه. قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ اتفضل. انا النهارده خلينا نعترف المقر اللي في مدينه نصر ده اسمه النادي الاهلي ولا اسمه حاجه ثانيه؟ النادي الاهلي طبعا. اسمه النادي الاهلي. اللي في الجزيره النادي الاهلي؟ طبعا. اللي في الشيخ زايد كلهم النادي الاهلي. حلو. انا راجل انا كان جزء من اقتراحاتي الانتخابات تجرى في المقرين. الاجراءات نقعد شوف. انا كنت متخيل الناس تقول ايه؟ مش دي القضيه. احنا القضيه عايزين نعمل انتخابات شفافه ونزيهه ونضمن انها انتخابات لم يعطى فيها صوت باطل. كويس ماشي كده. كويس. دي اللي احنا نبحثه. كويس. مش نبحث هو هنا ولا هنا. كويس. وبعدين ننصب نفسنا اوصياء زي النغمه اللي شغاله دلوقتي. لا ده وصي ولا ده وصي. لا 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 انا لما اقول لا لا لا, لا. يعني. انا لما اقول انا اخشى ان النادي الاهلي يتقسم. انا بشكك وصي. انا بشكك اللي بقيت. لا لا انا بشكك في اعضاء في نوايا. وانا بشكك برضه في نوايا كده. رايك انا على راسي. لا مفيش ديمقراطيه في اللي انت بتقوله يا بني. اللي هو ايه انك انت اي راي. امال ده انا بقول رايي. لا استناني بس. هو ده مطروح ليه للحوار؟ ناقشه عشان ناقشه. طب انا مش موافق على حاجه فيه. حقك. لا ما انت مش معترف انه حقك. لا انا هسأل. انا بدلل على مخاوفي يا فندم. انا بدافع عن تهمه. طب اسمع بس اسمع. لا 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 انا بدافع عن تهمه. خلاف. انا بدافع عن تهمه انتوا بتلصقوها باللي بيعملوا. عندك خلاف ان المهندس محمود طاهر
كان احد المقربين ومحل ثقه الكابتن صالح سليم؟ في خلاف في هذا؟ لا لا. وان المهندس محمود طاهر دائما كان يقول ان الكابتن صالح سليم زي ما انا بقول وزي ما ناس كتير بتقول، انت يمكن ما بتقولش لكن ناس كتير كانت بتقول هذا الكلام. ليه ما بقولش ليه؟ لا انت شهاده لله ان عمرك ما اعترفت بهذا، انت وهذا بيزيدك فخر وشرف لان كنت جريء وكنت معلن رايك كويس. لكن احنا بنقول ان اللي ملوش كبير وانت راجل فلاح بيبقى له كبير. صالح سليم في التاريخ بتاعنا زي ما هو كان كبير ومختار التتش، ومختار التتش كان كبيره تراث كبير جدا، كان كبرنا الكابتن صالح، كبرنا وهو عايش وهو متوفي مش نتيجة استحضار روحه، نتيجة مواقفه. هذا المهندس محمود طاهر حضر هذه المشكلة، حضر هذه المشكلة مع الكابتن صالح سليم في 98 وكان متفقا على اللي خده الكابتن صالح سليم من عدم. كابتن صالح كان بيتضايق جدا من فكره اهل الجزيره واهل مدينه نصر. على فكره يا باشمهندس، هذا هي نقطه الخلاف الجوهريه بيني وبينك. الكبير في النادي الاهلي جمعيته العموميه، واي حد يا عم ونبي جمعيته العموميه ده كلام مظبوط، بس جمعيته العموميه هي جت عشان انا عملت عضو ليه في النادي الاهلي؟ لان بفخر بالنادي الاهلي، وانت عملت عضو في النادي الاهلي انك بتحب الاهلي. حبيته من تراث قديم اتبنى. لكن هو مش بصادر. ليه بتصادر على رايك؟ مش بصادر اصلك انت. هنشتغل شغل بقى إيه؟ نتكلم يا جماعه العموميه ومين اللي ضد كابتن صالح وهو مع كابتن صالح. خليك قائد، خليك قائد صالح سليم. خليك قائد يا بدر، ما تخليكش تقول لي ان اللي عايز الناس عايزه حاجات كتير جدا. انت عارف. لا لا انا مش قصدي كده. انا ما يتفق عليه الاغلبيه في هذا النادي هم الكبار بتوعه. ما هو ده بديهي يعني. مع تقدير الشديد لدور صالح. طب تعالى واسالك انا وانت سؤال. صالح سليم لو كان موجود كان قابل حد يقول له لائحه استرشاديه ولا تعمل ايه ولا ما تعملش ايه؟ والله ما كان قابل. لا استنى، كان صالح سليم هيفكر بطريقه ثانيه، كان هيقول للاعضاء تعالوا كان حييجوا وتعالوا كلكم. لا 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 بلاش، انت كده بتخبط في الناس من غير لازمه. تعالى بس تعالى بس انت اللي بتخبط دلوقتي بتسالني يعني. ما صالح سليم سقط قدام الفريق مرتجي قدام الفريق مرتجي وكان يعني فكره ان واحد يقول يعني مجموعه دي فكره غلط. انا بس يا سيدي مع تقدير صالح سليم. لا بعد الفريق مرتجي رجع الفريق مرتجي سقط قدامه. كويس كلام جميل بقى، كلام جميل. هل الفريق مرتجي اختلف مع صالح ولا صالح اختلف مع مرتجي؟ ولا انا اختلفت معاك وانت كنت مع مرتجي وانا مع صالح؟ هل مع الحفظان الاسماء؟ هو ده اللي انا عايزه، عايز النادي الاهلي. ما عشان كده انا عايز وفضل على فكره صالح سليم كان رئيس النادي الاهلي وفضل الفريق مرتجي كبرنا كويس. لكن احنا اختاروا اللي شاف على الكوره يعني. انا عايز اسالك بس طب انا عايز افكرك بحاجه، انا عايزك نهدى بقى كده وافكرك بحاجه. صالح سليم في يوم من الايام في السبعينات كان مدير الكوره وكان الفريق مرتجي رئيس النادي وكان في ماتش كان في مستحقات للاهلي عند اتحاد الاذاعه والتلفزيون او التلفزيون تقريبا والنادي الاهلي قرر انه ما يذيعش الماتش ده الا لما ياخد. خلينا صالح لم يصطدم بقانون. طب خلينا كمل. انت خلينا كمل كلام. خلينا كمل. ما انا هقول لك موقف صالح سليم بس خلينا كمل. مش من حاجتك. خلينا كمل بس الواقع. يوم الفريق مرتجي لما حصل اتصال بينه وبين الدوله وقالوا له الموقف لا يسمح بان الاهلي ما يذيعش الماتش بتاعه وافق. صالح سليم يومها قدم استقالته من اداره الكوره. اختلف كان عضو مجلس اداره يا استاذ عميد. استنى كابتن صالح كان عضو مجلس اداره ودي وقعه 76 واستقال معاه الكابتن محرم. كان مدير كوره ما كانش عضو مجلس اداره. النبي اللي حضر الواقع بقى اتفضل عشان انتوا بتتكلموا على عناوين. صالح عشان الفريق مرتجي وافق انه يرضخ للدوله. لا مش يرضخ. لا يعني سيبك من يرضخ. صالح سليم كان خلافه الاساسي وهو اللي عمله بعد كده. قال له حضرتك واحنا قاعدين في الجلسه قلنا هنصوت قلت لك ان الدوله هتضغط قلت لا راجع في الكلام. يبقى حضرتك لما تحب تعرض وجهه نظر جديده تؤدي الى الرجوع في الكلام كنت تيجي تناقشها في المجلس، ما تديش وعد لرئيس الوزراء وانت قاعد معاه. ده اللي كان مزعل صالح مش الرجوع عن القرار. كيف رجعت على القرار دون ان ترجع لاصحاب الشان اللي خدوا القرار؟ وعشان كده كابتن صالح لما اختلف مع فؤاد محي الدين، دكتور فؤاد محي الدين رئيس الوزراء، بعد ما اتفقوا على حاجه قال له نعمل مؤتمر صحفي نعلن في مكتبي دلوقتي. قال له مستحيل لازم ارجع لمجلسي. يا سيدي يا سيدي يا هو ده الخلاف. انا بقى وعشان كده بنقول ده الكتالوج بتاعنا. انا بتكلم على صالح ما كانش يناطح في القانون. لا 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 في القانون لا ملوش علاقه بالقانون. هو اذاعه ماتش ده قانون. ما هو عشان طيب كده طيب على اية حال بس يعني عشان انا بس انا بقى انا بتكلم عن قوه صالح سليم. هو انا اقدر انكر ان صالح سليم احد الشخصيات احد ابرز الشخصيات التاريخيه في تاريخ النادي الاهلي؟ انا بكابر مش اكبر مش ابرز. صالح سليم مش عشان هو يعني هو مش نبي
له عيوبه له، لكن هو بالنسبة هو المؤسس الحديث الذي نقل تراث الأهلي إلى المجموعة، وكل المجموعة اللي موجودة دلوقتي هي من تحت عبايته. وهم المهندس محمود طاهر، وانت لو سألت المهندس محمود طاهر عمره ما هينكر دي. يا سيدي ما بينكر يا سيدي، انت ما تدخلنيش محمود طاهر، انا مش محمود طاهر، انا محمد بدر، فما تدخلنيش محمود طاهر. ممكن اقول لك حاجة بقى تحسن من النقاش ده؟ القانون مش عاجبني، مش عاجبني، مش عاجبني. وانا شخصيا مش عاجبني ان رئيس المحكمه الرياضيه يبقى رئيس اللجنه الاولمبيه، ماشي، وشايف ان الاهلي عنده وجهه نظر محترمه وفي الموضوع ده، ولكن وجهه نظري في القانون لا تدعوني الى خرقه. زي اللي مش عاجبه قانون التظاهر فينزل يتظاهر عشان يقول لهم انا مش عاجبني قانون التظاهر، التزم بالقانون واغيره. انت هتستفزني ولا ايه؟ لا يا حبيبي، انا بدي لك امثله. القانون 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 عجبنا ما عجبناش لازم يحكمنا، بعد كده نغيره بالوسائل. هو فين النص اللي بيحكمك؟ انا عايز ده موضوع تاني بقى. طب اذا كان ما فيش قانون، ممكن اسالك سؤال؟ ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. ودي برضو شغلاني. اتفضل. أنا دلوقتي سيبك بقى من كل خلافاتنا على البنود، إحنا مختلفين مش على الأشخاص. لا مش على البنود. إحنا مختلفين على مبادئ عامة مش على البنود. مبادئ عامة. ماشي. خلاص. إحنا مختلفين على مبادئ وردت في هذه اللائحة. خلاص؟ لكن في الآخر هي بنود، تحولت إلى بنود. كويس. صياغات جوه بنود. كويس. بعضها أصيغ بطريقة جيدة وبعضها محتاج مراجعة في الصياغة. كويس. وده الحوار المجتمعي. كويس. لكن اللي أنا عايز أقوله، أنا النهاردة مش عاجبني القانون. تعالى نمشي في المسارين جنب بعض. النادي الاهلي مش عاجبه وبيقول انا من حقي وانا مش هلتزم بالجواب بتاع اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه بتقول له انت لو عملت الانتخابات بتاعتك بالطريقه دي وتجاهلت القواعد اللي حطها لك اللجنه الاولمبيه مش هنعترف لك بالجمعيه العموميه ومن ثم لائحتك. هيقول لا انا هعملها. هتيجي الجمعيه العموميه حاجه من اثنين. ماشي. يا تقر اللائحه يا ترفضها يا ما يكتملش النصاب، حاجه من ثلاثه. ماشي. اذا اقرتها وهو احد الاحتمالات اللي موجوده وموجوده بقوه. اذا انا هعمل ايه عشان انفذ هذا الكلام على ارض الواقع؟ هاي. مفيش حل عندي غير اني اصطدم بالدوله، ان انا اقول لهم القانون بتاعكم ده ما يخشش في ذمتي ببصله. وان انا جمعيه العموميه فرضت عليا ان ادافع عن حقها. بس خلي بالك كده، هل هذا هو المطلوب؟ خلي بالك انت كده حاطط تصادم بالدوله، ده سيف ارهاب علينا على المختلفين. لا سيدي، ثانية مش احتمال. ثانية. هو ده مش لا لا مش اللجنه الاولمبيه مش الدوله. لا كان في قانون صدر. قانون لا يا مش هتعترف بيه يا جماعه. طب انت هتمشيه ازاي؟ انت هتمشيه ازاي؟ في حقوق الدوله، في حقوق في انا شخصيا لو انا شخصيا مكان المهندس محمود طاهر، إذا اللي أنا عملته حد جه في القانونيين، هاتوا القانونيين بتوع مصر كلهم. سيبك من القانونيين يا عم، خلينا أكمل جملة. القانون لا 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 أنا هكمل كلامي. على فكرة أنت حضرتك بتكمل كلامك. جاب هات القانونيين كلهم، يقول له أنت خالفت القانون أو اللائحة في اللي أنت بتعمله ده مخالفة صريحة. تمام. يناقش. أنت عارف لكن خلينا أكمل بس يا باشمهندس عشان أنا فكرة بتضوه مني. طب إذا لم يكن مخالفا لا القانون ولا اللائحة وكان على صواب. يتفق على الكلام دلوقتي. من مين مع مين؟ ما تسمع تجيب القانونيين دلوقتي اللي يقولوا لك هذا الكلام. ما مجلس انا مش عايز ادافع عن مجلس، انا بس انا عايز اقول رايي كعضو جمعيه عموميه، مش عايز ابدو ان انا بدافع عن مجلس ودافع عنه وان كان يستحق انه يدافع عنه. طبعا عنه. ما هو ده جزء استنى، انا قلت ما انا بقول انا بكمل كلام. انا مشفق يا باشمهندس دي واحده. شوف اذا في حق لو محمود طاهر تنازل عن حق النادي الاهلي، محمود طاهر مش يملك النادي الاهلي، هو مفوض من الجمعيه العموميه في اداره شؤون النادي الاهلي. اذا كان هناك حق للنادي الاهلي وتنازل خردلة عن حق هذا النادي، محمود طاهر بعد مراجعه كل القوانين يحاسب. طيب واذا هم اشتغلوا معاه لو يدراعوا اذعان، عنده حقوق لقاضي. يا اخي اصبر عليا، انا لو مكانه نقعد اربع شهور في فراغ. فراغ ايه يعني؟ انت دلوقتي اللائحه دي فراغ ايه؟ ما هو تعال نشوفها بهدوء بس عشان احنا مش في جدل مع بعض. احنا بنشوف. انا من حقي ادافع عن النادي. ايوه دافع يا سيدي، وانا بدافع عنه دلوقتي. اللي بعمله معاك هتكتشف ان انا بدافع عن النادي اكتر واحد في مصر. عودة مرة اخرى، وعدناكم بحوار ساخن وحر وديمقراطي وبتاع، وهي الديمقراطية كده فيها شوية اصوات تعلى اصوات توطى، ولكن عودة الى الصديق الذي له مكانة خاصة. انا قلت لكم الاول اختلفنا كتير، ولكن دائما
نتفق على حب النادي الاهلي وعلى احترامنا لبعضينا. ابراهيم اتفضل. سيادة العميد، احنا مبدئيا في الحوار المجتمعي معنيين بهذه اللائحة. المهندس عادل القيعي وبرنامج ملك وكتابة لما أسر مع القانونيين وضع اللائحة ومنهم الدكتور محمد فضل الله كان هناك بعض الملاحظات. أهم ملاحظة أنه المادة 23 بتنص على إجراء الانتخاب. أولا أنا في التصادم ما بين المادتين، الدكتور فضل الله حتى ما قدمش تفسير واضح أنك في مادة بتدي جواز المشاركة هنا أو هنا، وفي البند اللي بعد كده بتجمع هنا وهنا، يعني تجوز إجراء الانتخابات في الجزيرة أو مدينة نصر، وبعد كده قلت يتم الانتخاب في الجزيرة ومدينة نصر. بعيدا عن هذا التصادم، المخاوف الأهلوية الحقيقية واللي أبداها الكابتن صالح سليم كمرجعية، ممكن حضرتك تختلف على أنه قيمته كمرجعية، والمهندس عادل القيعي بيراه مرجعية كبيرة جدا في تاريخ النادي الأهلي. أنتوا هتلبسوا تهمة أن أنا ضد صالح سليم؟ لا، أنت ضده كمرجعية. لا، مواقفه تمثل تراث مرجعي بالنسبة لي. اوكي، ده رائع جدا. كان عنده تخوف حقيقي من تزايد نغمة أهل الجزيرة وأهل مدينة نصر، وده ثابت على فكرة في كل حواراته وكل مؤتمراته الصحفية. المخاوف الأهلوية الموضوعية جدا، انك اعمل الجمعية العمومية في مكان واحد، بعيدا عن ان ده نص في الإجراءات اللي اللجنة الأولمبية مطلعاها، المكان واحد في يوم واحد أو في الوقت اللي تحدده الجهة المشرفة على الانتخابات، بعيدا عن هنا وهنا. هنا وهنا أنا هسأل حضرتك سؤال أرجو أن هو يكون موضوعي. الانتخاب جزء من بنود جدول الأعمال. عندما يكتمل النصاب القانوني يتم الانتقال لجدول الأعمال ومناقشة الميزانية والحساب الختامي وتقرير النشاط الرياضي، مش ده صحيح؟ ما حضرتك تخلص هرد. لا، ما تاخدش مني إجابة، وقول لي رأيك وأنا أرد. عندما يكون الانتخاب في مكانين، أين مناقشة بقية بنود جدول الأعمال؟ طيب، إزاي هتقدر بعيدا عن موافق. المخاوف الحقيقية أنا موافق. من هذه القسمة المؤثرة جدا على النادي الأهلي. أنا أتفق معك أن هناك بنود حاكمة في اجتماع مجلس الجمعية العمومية اللي هي مناقشة الميزانية، تمام، أو التصديق عليها. عندي بندين مهمين، الميزانية، وكنا دايما الميزانية دي كانت بتتناقش بعد الانتخابات بالمناسبة، بعد ما تجرى، بعد الانتخابات ما تنتهي. بس وفي نفس الوقت انت يا بدر ما ينفعش تناقش بعد الانتخابات، بعد الانتخابات بقى في مجلس. انا عمري ما حضرت، انا عمري ما حضرت الانتخابات، عمري ما حضرت مناقشه الميزانيه. اذا كان ده انت بتبرئ الانتخابات، بتبرئ ذمه مجلس سابق. أيوة. وتخش طيب يا فندم، انا خلاص ماشي. انت ما بتفتحش انا دلوقتي هل احنا ممكن نقول فضل. هو طبعا ما فيش قران محكم، يعني فيش نص محكم، لازم نغير الدنيا مجرد التغيير. طيب لا، مش مجرد تغيير. هل انا مش من حقي كنادي في لائحتي ان انا اقول اذا كانت اجتماع الجمعيه العموميه ضمن جدول اعمال واجراء الانتخابات ان انا اعمل يوم لاجراء الميزانيه ويوم اخر للانتخابات؟ هل هذا يعني يخل بالاداء في اي مؤسسه؟ نعم. لا، لحظه نعم، من الناحيه القانونيه. لحظه بس يا ابراهيم، كده لان انا كده انت بتصوت على يوم واحد. طب انت بتعمل كده ليه؟ بصوت على ايه؟ بصوت في ايه؟ في يوم واحد، يوم مناقشه ويوم انتخاب. انا بتكلم على يوم انتخاب، دي ممكن تبقى يومين. انا بتكلم على ان تكون الايام الانتخاب. يا باشمهندس، انا بص، انا مؤمن ايمان مطلق بحقي كعضو النادي الاهلي، صرف ماليش علاقه انا بالجزيره وبمدينه نصر، والنغمه دي انا ارجو انها تنتهي من النادي الاهلي. بالظبط، ما هو ده انا اقول لرئيس النادي انا بيتي قريب من مدينه نصر، تجيبني ليه الجزيره؟ حق ان انا اقول له كده، حق انا اقول له مين كده. مين قال الكلام ده؟ انا حقي. مين انت لما دخلت على النادي الاهلي دخلت على كان عضويته نادي قائم، مش جاي تغيره. كان عضويته كام يا حبيبي؟ انت دخلت ساعه، هو انت لما جيت تعمل العضويه مش في حد زكاك؟ كويس، انت انا زكيتك ليه؟ لانك هتلتزم موافق بنظام الاهلي. حلو، مش داخل عشان تغير نظام الاهلي. مش لا، هو نادي الاهلي، هو نادي الاهلي في خلاف على انه ارقى نادي واللي الدوله كلها بتشوفه ان هو ده النادي النموذج، في خلاف على انه صاحب المبادئ وصاحب التراث وصاحب القيم. عايزين نهز القيم والثوابت دي ليه؟ هنا مش قيم، لما انا وصلت لكل نجاحاتي من خلالها دي متغيرات اغيرها؟ ما فيش حاجه متغيرات الا الثوابت والقيم يا محمد. يا باشمهندس، يا باشمهندس خلينا اللي ما هو ثابت انا هوافق على انه ثابت. انا بتكلم، انت النهارده عدد اعضاء الجمعيه العموميه يوم انا ما دخلت في نص السبعينات كان عدد اعضاء الجمعيه العموميه كام؟ ودلوقتي كام؟ ومرشح يبقى كام؟ انا هسالك سؤال عشان اللي بيبص لبكره.
انا هفترض في يوم من الايام ان الجمعيه العموميه للنادي الاهلي دي عدت ال 500,000، هتعمله في الجزيره برضه؟ هقول لك حاجه بقى. قول. وانت بدل بتبص لبكره، اه انا هقول لك مخاوفي لا تنصب على هذا المجلس الحالي. المجلس الحالي ده لسه راضع وشامم نظامنا. بعد 10 سنين هيجي لك جيل اخر من القيادات مش متمسكه بثوابتنا زي كده. ما الذي يضمن لك ان كل واحد بقى ياخد فرع زي ما كان الكابتن صالح، تاني هقول واللي يزعل ان الكابتن صالح كان بيقول ما تروحوش ناحيه الفرق الرياضيه عشان مش انا ناخد الكاراتيه في صفي والتاني ياخد التنس الطاوله في صفه والتالت ياخد كره القدم في صفه، ومنع العاملين ومنع الفرق الرياضيه والنشاط الرياضي من التدخل في العمليه الانتخابيه، ومنع المرشحين واعضاء مجلس الاداره قبلهم انه يحتكوا بيهم ولا يناقشوهم ولا يوعدوهم باي حاجه. لكن النظام اللي انت بتقوله ده معناها ايه؟ انا هروح اشوف الكتله الكبيره من الاعضاء فين واتملقها على مدى اخر سنتين من دورتي، او ان انا راجل مترشح جديد ابتدي اتملقهم واعيش في وسطيهم وادافع عنهم واعملهم معارضه. وهذا هو التخوف الذي اخاف منه. أنا ليس اليوم وانما غدا. التخوف بتاعك انا احترمه جدا، بس علينا ان احنا نناقشه. اذا انا ساجبر في يوم من الايام، ستجبرني الايام والظروف ان انا ابحث عن عن, عن 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 استنى بس هقول لك حاجه. عارف الايام والظروف ساعتها هتكون ايه؟ المكانه دخلت في الدنيا، تقدر وانت قاعد في البيت تنتخب. طيب يا سيدي اصبر عليا، اصبر عليا، بس انا بقى احنا بس عايزين نتكلم. هو ده اللي نعمله، هو ده اللي نعمله. عايز اريح الناس، عايز اريح الناس. هو اللي في مدينه نصر ده مش ممكن يكون ساكن في الشروق؟ ممكن، ممكن. طيب ما ريحتش بتاع الشروق ليه؟ يعني ايه؟ انا بختار له اقرب مكان. ممكن ليه؟ اسالك سؤال تاني. اه اتفضل. كام نادي غيرنا عايز يعمله في مقرين؟ مين؟ كام نادي غيرنا؟ انا بتكلم عن الصيد عنده تعدد مقرات. سؤال تالت. هوليوبوليس اللي في دائره في كتله سكانيه ضيقه على خطوط المترو ومساحته نصف مساحه اهل الجزيره وعنده أكثر من مقر، دعوته الجمعية العمومية كانت نازلة على مقر هليوبوليس وفي يوم واحد. وكان وعلى فكرة المهندس محمود طاهر واحد من كبار نادي هليوبوليس، هو وسمير زاهر وصلاح حسني وبتاع، ما حدش فيهم طلب ليه نادي هليوبوليس يبقى على يومين. انت دخلت والصيد اصغر. ما انا بدي لك اهو، انا بدي لك اهو. ليه دي تسالهم هم فين؟ والصيد اصغر. ليه دي؟ استنى بس، مفيش غيرنا. انا يا باشمهندس، انا بس عايزين نتفق برضه تاني، نرجع تاني. مدينه نصر مبنى مش اشخاص، مبنى مقر نادي اسمه نادي، اسمه فرع النادي او مقر النادي في مدينه نصر. مبنى مش بشر. مش عايز اعمل فيه يا سيدي، اصبر عليها بس، خليني بس اقول لك. عايز اوضح لك وجهه نظري. الجزيره مبنى مقر مش كعبه، ولا الجزيره كعبه، ولا مدينه نصر كعبه، ولا الشيخ زايد كعبه. مظبوط. مش ملزم ان انا اروح اطوف بيها يعني. انا عايز اوسع قاعده المشاركه. انت المفترض بتقول انا عايز اوسع قاعده المشاركه. الناس انت النهارده لما تيجي تقول الانتخابات، طب ما الجزيره جه فيها 21,000 يا سياده العميد. كم في الميه من الجمعيه العموميه دول يمثلوا كام في المية؟ 15%. وانت في النهاية هل استنى بس. هل انا كأهلاوي، هو انا بقول اللي في مدينة نصر ما جيش؟ هل ما جاش قبل كده؟ المهندس محمود طاهر اكتسح الانتخابات في مقر الجزيرة. طيب كويس. طيب ايه بقى المشكلة؟ انا اتكلمت كانوا كام ألف؟ انت ليه ليه بتحط محمود طاهر في جملة؟ ما هو المجلس، انا بكلمك على المجلس. انا ماليش، انا ما بتكلمش عن، انا بتكلم عن حقوق. طب استناني بس، وانت كنت عضو اللجنة المشرفة على الانتخابات. طيب على فكرة في حوار سابق أنا قلت لك أنا معترض على إن الانتخابات ما تبقاش بإشراف قضائي من الجهة الإدارية، وما ينفعش إنها تبقى من أعضاء النادي أو مجلس الإدارة يحددهم، وأنت قلت لي معاك حق. لا لازم يبقى في لجنة قضائية طبعًا. وإحنا الانتخابات ومش لا. النادي اللي اختارها، مش أنا اللي بقى بحكم وأنا اللي اختار الناس. لا صعود أنا النادي. بس أنا بس عايز يعني يبص يا باشمهندس سعد، أنا قلت لك إيه؟ وأنت قلت لي صح. أنا قلت لك إيه؟ إحنا اللي إحنا نتناقش فيه ان احنا نتحرى ان تكون الاجراءات العمليه الانتخابيه تضمن النزاهه والشفافيه المطلقه. اديني امثله. ماشي. ازاي؟ وسائل التحري. احنا ممكن تبقى تعال نقعد الامن نتفق على مبادئ وسائل التحري نمره واحد. حبيبي. الامن. الامن يا صديقي، ان الصندوق ده اطمن ان ما حدش يلعب فيه. ما انا موافق، واطمن ان هو بيتنقل ما يتغيرش. ما انا مين اللي هيعمل لي كده؟ انا عايز اريحك، انا عايز اريحك والله مليون في الميه. إذا 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 إحنا هنأول نحط مبادئ، إذا لقينا أنه من الصعوبة أن إحنا نطبق المعايير دي، ما إحنا بنقول كده. لا يا حبيبي، أنا رأيي أن مش من الصعوبة دي، واحدة.
وجهه نظرك برضه راي مش بالصعوبه راي اللي مش بالصعوبه نتناقش نقعد نتناقش فيها والله هو ده اللي بنعمله. انا سالت حضرتك سؤال موضوع يا اساس العميد انا بس عايز اقر حق حقي انا كعضو جمعيه عموميه والله انا ما اعرف مين عضو مدينه نصر ولا مين عضو الجزيره وانا بقالي اكتر من حاجه و40 سنه في تعرفهم ازاي ولا حد هيعرف ولا انت تعرفه كويس لا انا اعرف جزء كبير منهم جزء يعني تعرف ال 140000 ده لا يمكن هو طب كويس احنا عايزين نثبت حقوق وبعدين نناقش انا بوجه حقوق للاهلي عامه مش حقوق لفرح مش حقوق عضو الجمعيه العموميه هو العضو الجمعيه العموميه عامه انا بوجه كلام يعني قلت لك وانا هكلم حقوق المبنى الخطاب رايح خطاب انقسامي صدقني عزيز احنا واعيين في خطا كبير والله اللي بيروجوا لفكره الانقسام ده هم اللي بيعملوا الانقسام ده احنا بنعمل انقسام ايه رايك بقى انا بقى طيب بوجه حديثي لاعضاء مدينه نصر ما برضه حاجه اسمها ما فيش حاجه اسمها اعضاء مدينه نصر اللي هم معنيين ان نريحهم خالص ما فيش كده مش برضه انت بتتكلم مش دول اللي عايز اريحهم لا متاسف مش مفيش كده ازاي يا فيزا انا عايز اريح مين بتوع مصر الجديده يا سيدي بص انا عايز اقول لهم يا جماعه مفيش حاجه اسمها مدينه نصر انا بيسر على عضو النادي عضو الجمعيه المدينه الاهلي بدعيه تعالى شارك في اداره ناديك وبدل ما يجوا 20 انا عايزهم يجوا 50000 طب انا سالت حضرتك سؤال مش عايز تجاوبني اللي هو ايه انت الناس هتيجي تنتخب القانون في اجراءاته بتفتح للجمعيه العموميه في التسجيل اول ما بيكتمل النصاب القانوني للتسجيل بتنتقل لجدول الاعمال انا شخصيا بتكلمني بجد انا ضد كلمه النصاب القانوني تعال اقول لي تعال اقول لي انت هو الدستور ده مش ابو القوانين الدستور ده فيه نصاب قانوني للموافقه عليه فيه فين ده مش في عدد معين لازم يحضر يعني ولا في كلمه عن النصاب القانوني ايه رايك بقى لوضع الدستور او انتخاب رئيس الجمهوريه ولا في نصاب قانوني ولا البرلمان تعرف النصاب امتى إذا كان المرشح واحدا يشترط أن ينجح في التزكية لا يبقى في 5% يوافقوا عليه عادة كده يا عم احنا عندنا برلمانات عندنا مجلس شورى يعني كان بينجح ب7% يعني انت دلوقتي بتستند لانتخابات مجلس الشورى والشعب انا مش بستند ما فيهاش يعني الشرط بتاع المؤهل العسكري ده انا لا فيها بقى معاهدة دي اسمع بس انا هو ده مده جزء من الخيبه طيب ما ده جزء من دي بتستند يعني بيه تاخده كله يعني كله اللي انا ضده انت عايز يعني بس انا مش عايز اكبر الموضوع انا اقصد ايه انا اقصد ان الاول انا ك ك ك ك ك كراجل من حق ان انا اوسع قاعده المشاركه ولا مش من حق طبعا حقه طبعا انت احنا عايزين الناس كلها تيجي تسائل مجلس الاداره يعني مش هيسائل مجلس الاداره ده الا اذا شارك في انتخابه كويس. ما يبقاش علاقته بالنادي كويس بس انت ان انت المجهود اللي بذلناه في الدفاع والهجوم على ان المقر المقرنيه كان زماننا عملنا اليات واتفقنا على اجراءات ونظمنا دعوات وندوات انا كنت اضمن لك يجي لك 20000 طب يلا في مقر واحد يلا وانا قلت للمهندس محمود طاهر هذا الكلام قلت له هنا يلا على الهوا وقلت له الاليه بس... ايه قلت له الاليه يا ايه يا لكن انت اللي انا بتكلم عن فكره ان لا لازم يتعمل مقر يا بس مهندس انا وعلى فكره اتقال في وقت من الاوقات دي جمعيه ليها صفه خصوصيه مش هتتعمل في المقرين غير مره واحده عشان ده اجتماع خاص جدا وفجأة بيه محطوط هنا يا في الجزيره يا في مدينه نصر يعني ممكن يبقى في مدينه نصر بس يا في المقرين ما هو خطا انك تقيد حق يا عم اطلقه وبعدين يبقى نظام اجراءات هو الاصول والجذور والتراث انتوا عايزين تهدوا تراث الاهلي ليه انتوا عايزين تهدوا تاريخه ليه هذا ده اتهام ولا مش اتهام اتهام اللي انت اتهمتنا لا عم استنى لا مش استنى. من يريد هذا انا اريد هذا طيب انا بقول ان هذا يؤدي ان بضرب في الثوابت اللي عملت للاهلي مكانه متفرده برضه ثوابت يا عم قلت لك في يوم من الايام ثوابت وكيان ثوابت وكيان ثوابت وكيان بص يا باشمهندس النادي الاهلي ثوابت وكيان واذا ما خدناهاش من جيل بامانه نقلناها الجيل اللي وراه نحن نرتكب مخاطره وخطا جسيم وهذا هو الفكر الذي اخاف منه بص يا باشمهندس لما حبوا يعرفوا الحق قالوا هو الشيء الثابت الذي لا يتغير كلمة ثابت هو الذي لا يمكن تغييره فإذا أنت قلت لي على حاجة قبل للتغيير إنها ثابت أقول لك لا فينا محتاجة مراجعة الألفاظ اصبر علي بمعنى إيه على فكرة وصبر علي أنا قلت لك أفواه بيعمل كده أنا قلت لك لو أنت بكرة الصبح جمعيتك العمومية 500000 وأنت مرشح إنك في ظرف لما تبقى 500000 لما تبقى ده انا سالت حضرتك سؤال لما انت قلت لي ما بقاش انا مناجح باكتساح برضه انت هترجع الموضوع الشخصي للمهندس محمود طاهر لا يا حبيبي ما انا بدي لك مثل انت حضر جمعيتك العموميه كام وعلى فكره ويوميها كان فيها ايه بقى انتخابات يعني في ناس قد الجمعيه العموميه 3 مرات بيأيدوا المترشحين
وكان في مناقشه للميزانيه وكان في مناقشه لجدول الاعمال. كل ده مش هيبقى موجود في الاستفتاء يا بدر. بس لحظه خلينا في الموضوع. الاستفتاء دي انت هتعمل ايه؟ هتخش تعلم وتمشي، تعلم وتمشي، تعلم، يعني ال 12,000 دول يخلصوا في 3 ساعات. برضه انا بتكلم في حقوق والله، ما مش هيبقى اللائحه دي نشيلها واتكلم في حق عضو الجمعيه العموميه. انا بقول لك انا شخصيا انا العقد الذي بيني انا من حق اصوت وانا في البيت. عقد انا من حق اصوت وانا في البيت. ماشي لو طول اعمل كده. انا العقد الذي بيني وبين مجلس الاداره اللي انا بفوضه ان اذا لي حق وفرط فيه احاسبه. ما ده مش من حقك. انت دخلت على نظام ما اعترضتش عليه. برضه اللي هو ايه؟ نظام الاساسي. وكان في، وانا لما دخلت كان في مدينه نصر. استنى بس. رد عليا بس. لما بقت مدينه نصر بعد كده. استنى لازم بس. تمشي مع المتغيرات يا حبيبي. يا بدر والنبي ارجوك. اصلا انا بصادف هذه المساله. انا ادرت اكتر من نادي. وكنت بقول لهم يا جماعه ما اللي بيجي يعمل عضويه جديده بقول له اطلع على النظام. اقسم لك عشان مش من حقك تغيره. اقسم بالله العظيم وانا وانت تعلم ان انا املك من الصراحه والشجاعه ان انا اقصد اقول لو اقول اقصد فلان اقصده. اقسم بالله ما ساقول لا علاقه لك به انت شخصيا وليس مجامله، لكن النفخ الدائم في موضوع ان النادي الاهلي بيتقسم كلمه باطل يراد بها فتنه. يا اخي انت لما يجي واحد زي احمد ما موسى. تسيب التاريخ يحكم عليا. لا ماشي يا عم ماشي. خلاص سيب التاريخ ان شاء الله عشان ما نطولش يعني. ما لا اصل يا باشمهندس هو ده 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 دي رساله للاعضاء. لما يجي واحد في شيء يختلف فيه ويبس الرساله دي ده بي ده ده, بي ده, ده والله. انا مش والله يا بدر يا بدر يعني النغمه اللي شغاله يا بدر الوزير بتاعك طاهر ابو زيد ما تخليناش نتكلم. هو اللي رفض ان النادي الاهلي يعمل نظامه الاساسي وانت جيت بناء على خطاب من الوزير قال الغي اللجنه القضائيه وجيب 3 من اعضاء النادي بس اسمع لانه كان عايز يضرب مجلس قائم. انت بتقول لي المؤامره انك تاخد لي قرار تخلي مش من حق محمود طاهر ومجلسه يترشح، دي المؤامره. طيب تعال. اما الباقي مضايقات. طيب ماشي كويس. والذي تعرض المؤامره المجلس السابق. طيب مش تقول لي المؤامرات. ماشي انا موافق. خلينا نرد بقى. وانت كنت انت جئت بنتاج جزء من نتاج هذه المؤامره انك انت وقبلت انك انت تقبل تعيين من شخص بيكسر القانون وهو ده سبب ان الانتخابات دي اتلغت. انك كسرت القانون. انت في مده معينه تقدر تغير فيها. انت غيرت الثلاثه من الاعضاء في غير التوقيت القانوني وما غيرتهمش من هيئات قضائيه. ايه الجبر ده؟ ايه الجبر ده؟ ممكن تسمع. طيب عملتوا ايه في النادي الاهلي؟ انا عايز اعرف. ممكن تسمع بقى؟ ممكن تسمع؟ اتفضل اتفضل عشان اقول رايي. قول. انا ممن يعني يسعده ويشرفه ان انا طاهر ابو زيد صديقي. وصديقي جدا على فكره. هو ممكن يكون لفظني، هو حر. خلينا اكمل بس. وانا رايي حجم الجهد اللي بذله طاهر ابو زيد علشان لمواجهه الفساد في الوزاره دي لم يفعله وزير قبله ولا بعد. نعم المجلس السابق. نعم. فساد. لا سيبك بقى من المجلس السابق. ما هو هو عمل حاجه غير استهدف المجلس السابق. هات لي انجاز واحد له. احنا ليه هنحول الحاله لتصريف حساب؟ لان انتخابات الاهلي اللي انت كنت عضو فيها الجمعيه الاخ محمد سلم اللي بيطلع يتكلم ده انا خليته اعترف على الهوا. اعترف على الهوا. سالته 5 اسئله ما قدرش يهرب منهم. قلت له ابراهيم 5 اسئله 1 2 3 4 وجاوباته بتاريخها. قال لي ايوه حصل ايوه حصل ايوه حصل. قلت له طيب يعني اذا الانتخابات دي قامت على باطل. قال لي ايوه. وانا قلت للوزير وقال لي كمل. مش صحيح. اقسم بالله. طيب. وعلى الهوا. انا هو محمد سويلم يدافع عن نفسه بس انا كنت ولا محمد سويلم دلوقتي هيقول اي حاجه. انا كنت طرف في الموضوع. انا كنت طرف في الموضوع. لا انت ما كنتش طرف. انت جيت بعديها. بس دقيقه واحده بس دقيقه واحده بس. لا انت ده السؤال ده كان المسؤول. انا مش بص انا انت اتربيت على حاجه يا باشمهندس عدل ان انا قادر الامكان ما سيقش للنادي الاهلي. مش عايز يبدو ان هناك فرق متناحره بين مجلس سابق ومجلس لاحق. هو كلمه المؤامره مين اللي لا بس اسمع بس. انا مش عايز مش انت اللي بتقول المؤامره. أنا انت دلوقتي انت قاعد تقول يتعرض للمؤامره. انا ما قلتش مؤامره. انا مش شايف انه متعرض. انا ما قلتش مؤامره. اتعرض لخلافات. انا ما قلتش لمضايقات. برضه انت اجريت على لساني ما لم اقله. انا قلت تعرض لهجوم ومؤامرات. لا ما قلتش مؤامرات. قلت مؤامرات. والله اقسم بالله ما اقولها. راجع الشريط. انا على فكره واعي بكل كلمه. وفعلا مجلس اداره محمود على قدر الانجازات اللي انجزها دي اكتر مجلس بيتهاجم. انا ما اعرفش ليه كل والمجلس السابق ما تهاجمش. لا يا راجل ده رئيسه واتاخد وضايقوه واتحرشوا بيه وفي الاخر خد براءه بعد 3 سنين. من اللي اتاخد؟ الرئيس بتاعه. والنبي ما تدخلني بتفاصيله. ده خد براءه. والنبي يا باشمهندس
باشمهندس اتفضل يعني بلاش ندخل في احنا خرجنا بره الموضوع. انا بس عايز اقول لا هو هو هو, هو هي الحفله اللي معموله كل يوم على مجلس اداره النادي الاهلي ديت مش واضحه من جزء من الناس, والمجلس الاداره برضو معمول على حفلات على الناس اللي بتعرضهم. هي طبيعه الانتخابات. طب انا موافق يا اخي, طبيعه الانتخابات حفلات. انت دلوقتي حلو حلو انت قلت ايه طبيعه الانتخابات؟ يعني اذا اللي عامل الحفله دي منحاز لجهه ما. مؤكد منحاز. مؤكد منحاز. انا من حقي ان انا انحاز. منحاز موافقك طبعا, بس مش من حقي اشوه حد تاني. طبعا يا سيدي ما حدش بيشوه. لا 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 مين لا اللي بيشوه؟ لا انا اذا هم اي حد يقول رايي غلط هو يحاسب عليه. طيب خليني انا بس مش عايز انا جاب سيرة المجلس ده ورئيسه قدامي انا باكله. انت عارف انا باكله. انت عارف انت عارف ان انا مش من هواه الدفاع عن اي سلطه اي مكان. لا دافع. لكن لا 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 انا بدافع. انا بدافع. انا بدافع عن حق. اسمع بس, انا ما قلتش انجازات تاريخيه. مين؟ انا للمجلس ما قلتش على مستوى الالعاب في طفره هائله لا ينكرها الا جاحد. ما قلتش ان مسار في الحلقه اللي مش عاجباك دي ان مسار كره القدم شهد تطورا هائلا, وبيقول لي لو انت موجود كنت تعمل ايه؟ قلت له مش هقدر اعمل حاجه اكتر من اللي اتعملت. ما سمعتش دي. انت ليه؟ ما قلتش ان الانشاءات شافت طفره, بس الانشاءات دي كمان لم تخلق من عدم. مساله ان انا جيت وعملت, انا بنيت وانت بيضت وعملت ديكور. اللي بنى له دور وانت ليك دور. انت عارف ان انت حاططني في موضع الحياء لان انا مش عايز اتكلم, وابدو ان انا شهدت في محمود طاهر منقوصه مش مجروحه. انا لو اتكلمت عن محمود طاهر هقعد اتكلم 3 ايام مش عايز ابدو كده. ما انا اتكلمت عليه. يا باشمهندس, هو ده ايجاب ولا سلب اللي انا بقوله؟ لا ما فيش حاجه بقى اسمها. هو طلع في انا لم اسمع هو اللي انا بقوله ده. طب دي واحده. انا لم اسمع محمود طاهر طلع في يوم قال انا عملت. انا بقول بقى هو عمل. انا يا عم. طب انا بقول انت بتقول ما اتبنتش من فراغ. هو طلع قال انا جيت لقيتها خرابه وبنيتها. يا سيدي كويس, انا بتكلم العامه ان كل مجلس ده. انا بقول ايه؟ تداول السلطه, وان الفريق مرتجي اشترى ارض, الكابتن عبد الصالح الوحش عمل الماكيت ورسى على المكتب العربي, الكابتن صالح نفذ. ولما جه الكابتن صالح ما انكرش دور الناس دي. لما جه الكابتن حسن اشترى مدينه زايد او استلمها, واخد بالك, عملوا مناقصات ووصلوا بتاعه وعملوا ماكيت, جاي المهندس محمود طاهر نفذ. هذه ادوار كله بيتكامل, وهذا الدور متفقين. هذا الدور متفقين. مشكور عليه مجلس الاداره الحالي لانه عمله على اكمل وجه. خلاص الالعاب اول سنه كانت مرتبكه, ودي فتره ما كانش فيه خبرات ولا فلوس ولا حاجه, تداركوها وعملوها وصلحوا كل حاجه. كويس. واقول انا بقول هذا الكلام لان اذا ما قلتوش ابقى راجل مغرض. تمام. لكن لما انبه المجلس ده انا مش متفق معاك في كده. الدنيا ما تتقلبش يا باشا. لا 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 انت يعني. بص يا باشمهندس, ان احنا نختلف والله ما ازعل. انا ضد فكره التشويه اللي انا شايفه. يعني انت لما تتعلم يعني خلينا في اللي هنا. لا هقول اخر لين علاقه بيهم. اخر جمله والنبي عشان احنا لين علاقه بيهم يعني. لا لا اللي بيشوهوا. لا اصل انا شخصيا انت عارف اللي حصل بيني وبينك الليله دي حبا في عادل الايعي. طبعا. ليه؟ طبعا. ليه؟ وغيره عادل الايعي. طبعا. لان انا لما ابقى ماشي في النادي وحد يقول الله هو هو هيبقى احمد موسى وشوبير. لا لا احمد موسى لو بطبل, واخد بالك؟ اسمع بس, هو انا بطبل لحد؟ لا يا سيدي انا في بتكلم الهجوم. في الهجوم. هجوم في ايه؟ اسمع بس, بس اسمع بس. انت صديقي اسمع. لا بس. لا والنبي ما حدش بيقول كده. انا اللي بقول. ما يا سياده العبيد انت بتقول ايه؟ انا حابب احمد موسى. لا اولا احمد موسى راجل سياسي. انا ولا مش شوبير سياسي. ولا شوبير ولا شوبير يا راجل. شوبير يا راجل. احنا هنغتاب الناس ليه؟ لا ما بغتابش انا على الهوا. ما يدخل انا بدخل يرد. شوبير ايه اللي قاعد على مدى كم حلقه يقول انا متمسك ببند الثمان سنوات؟ هو ده في قناته يا دي واحده. لا لا ما هو ده النادي الاهلي. انا من حقي ادافع عن النادي. انا مالي ومال شوبير يعني. انا مالي ومال احمد موسى. ما دافعش عن النادي الاهلي. حتى في قناه الاهلي ما دافعش عن النادي الاهلي. لا كل واحد له اسلوبه. ماشي ماشي. هو انا ما كنتش يعني 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 لازم اقول يعني كان في اقصاء. كان في محاولات لاقصاء محمود الخطيب. كان في لا مش الخطيب. كان في شروط قد تقصي ناس. انا ما اعرفش تنطبق على مين. الثمان سنين كانت محطوطه ولا ما كانتش محطوطه؟ انت عايز رايي؟ كانت محطوطه ولا لا؟ عايز رايي؟ كانت محطوطه ولا لا؟ انا ما اعرفش اذا كانت محطوطه ولا لا. بس محمود طاهر لو كانت محطوطه وخضع للابتزاز هو مخطئ. ابتزاز ايه؟ هو انا لما اقول لك ان ده غلط تبقى ابتزك؟ ايه غلط؟ يعني إيه لما يجي الراجل اللي وضحها قول لي ايه غلط؟ ما انا ماليش دعوه يا عم. الراجل هي في لائحه بتطبق اصلا؟ ما انا بكلمك حضرتك كنت بتتكلم على من حيث المبدا القانوني. انت عايز يا استاذ بريب كنت عايز تفتح السلطه ما تقيدهاش. احكم بينا. لا لا انت حضرتك بس انا هرجعك للمبدا القانوني. ماشي. انت كنت بتتكلم في الاول ضد اي قيد مش كده؟ والاصل في المساله ان انت تفتح بدون قيود. معلش بقى, ما هو زي ما قال لك المهندس عدلي, انت بتنظر للامور بانتقائيه. الحاجه اللي عايزها هتاخدها, والحاجه اللي مش 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 مقتنع بيها هتسيبها. يعني الدستور لما قال مده الرئيس مرتين انتقائي. ماشي. بعد اذن حضرتك, انت دلوقتي في جزئيه اطلاق السلطات الجمعيه العموميه كامله
موافق عليها وعايزها. ماشي. ليه تقيد 8 سنين و4 سنين؟ لان برضه ده انت 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 دي انتقائيه. لا لا لا، انا قلت لك انا الشان الخاص جزء من الشان العام، مش حاجه متفرده كده. انت ليه بتعمل بند الثمان سنوات؟ مش اقصاء لاحد. انا ممكن اي حد انت عايز تقصيه، اللي عايز يقصي هو اللي يموت والتاني اللي يكمل. يا جماعه مش كده. طيب ماشي، هي وجهه نظرك اللي هي فكرة في الاول، اللي هي فكره ان يكون هناك دائما تجديد. كارثه مصر الحقيقيه في الثلاثين سنه السود ان المايه وقفت كده، الوزير قعد 25 سنه نتج عنها ايه؟ جمود. انت كده بتتهم الجمعيه العموميه عدم الوعي بايه؟ ما هي اتغير وطالب تقول لها 8 سنين ما تغير. مش انت بقول لك انا مع ايه؟ 8 سنين انا موافق. انا بقول لك لا، يعني هي عوده بس. انا كنت يا فندم عايز اثبت حاجه واحده بس. اتفضل. لو وضعت بند الثمان سنين في اللائحه ليس معناها الاقصاء. وجهه نظرك برضو وجهه نظرك. لا ده قانوني يا بيه، وجهه نظرك والله. ما هو قانوني، القانون نفسه 71 ما شملهاش. اللائحه تخالف قانون؟ ايه؟ اللائحه تخالف قانون؟ لا بس ما قيدهاش القانون، ما قيدهاش. انا بسالك سؤال منطقي، اللائحه تخالف قانون؟ لا ما تخالفوش. القانون ما فيهوش 8 سنين تحطها في لائحه؟ حقي، لان مش هو ما قالش ما قالش المدد مفتوحه يا بيه. لا انا سالتك سؤال. لا الاصل في الاباحه، الاصل ما دام ما نص والحظر هو بالقيد. ومع يعني هذا انت يعني ومع هذا يعني 8 سنين لا موجوده لا في القانون ولا في اللائحه. لكن انا مع 8 سنين. طيب انا مع انا بس فكره لكن فكره انك تيجي تقول لي ابتزاز. يعني النهارده الاستاذ رجائي لما يطلع وحد قال له ان هيحطوا 8 سنين، راح عامل بيان قال فيه انا ما قلتش كده، انا بتبرأ من هذا البند. مع احترامي، يبقى ده ابتزاز. مع احترامي يعني مع احترامي الشديد للاستاذ رجاء عطيه، هذه سقطه تحسب على رجاء عطيه. ليه؟ وانا بقول على الهواء، رجاء عطيه كان يملك يعمل الاتي: يرفع سماعه التليفون اذا كان هذا يرى هو ضده. يا فلان، خلاص هو عمل يا سيدي حاجة. خلينا اكمل. يا فلان انا نما الى علمي ان هناك شيء ادرك في اللائحه انا لست طرفا فيه. انت بتاكد كلامي انه ما كانش موجوده؟ هل هذا صحيح؟ اذا قال له صحيح يطلع البيان اللي هو عايزه. لكن الاول اسال علشان ايه ده الاستاذ كامل زاهر طلع هنا وقال هنعملها بدون اثر رجعي. الثمان سنين هتتعمل ثلاث مرات بدون اثر رجعي. انت مش مع مبدا الثمان سنين؟ قول اه. مش ضده، بالعكس. كويس. مش ضده، يعني يتحط ما تحطش. انا براهن على وعي الجمعيه العموميه. ما انا موافق. عايزه 8 سنين، عايزه 4 هتغير. وانا رايي بند الثمان سنين بعد الانتخابات دي لابد ان يدرج على بنود التغيير. ماشي، مش ده قضيتنا. بس قضيتنا ان يتهم انه اتشال نتيجه ابتزاز من مين؟ انا بقول لك لو، انا ما قلتش اتشال، قلت لو اتشال. ابتزاز من مين؟ ان اللي شال علي بطحه؟ من الاعلام. يعني لا لا لا، من الاعلام. لا مش الحمله اللي شنت. لا 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 لا، امال ايه؟ انا بقول لو، انا ما اعرفش كان محطوط ولا لا، برضه باكد. لا هو كان محطوط طبعا. ما اعرفش. لان استاذ كامل زاهر قال. يا سيدي انا ما اعرفش. هو قال الراجل يا اخي. انا قلت طيب. طيب هي وجهه نظر. طيب. لو كان محطوط والحمله الحمله المغرضه دي اللي شنت دي نتج عنها ان هم شالوها، يخطئوا، يبقوا مخطئين. طب ما في حمله دلوقتي على المقرين وما شالوهاش. مين؟ هو الناس. حمله على المقرين؟ ها؟ وحد عايز يتناقش؟ مش فاهمني يا بدر. انا سالت حضرتك سؤال في الموضوع يا سياده العميد. اه. ميزانيه النادي الاهلي وقد قاربت الحمد لله على مليار جنيه. اه. ده انجاز ولا مش انجاز؟ انجاز كبير طبعا. طيب. ايه النصاب القانوني للجمعيه العموميه عشان تعتمد ميزانيه بمليار جنيه؟ النصاب كام؟ النصاب؟ في رايي انا؟ هي الجمعيه العموميه كام؟ 140,000. حلو. طيب ميزانيه مصر قد ايه؟ لا ما تخرجليش بره مصر. وانا مش جزء من العمل العام. انا اسالك سؤال. هو انا انا شخصيا 70,000. 70,000. 70,000 نص الجمعيه العموميه. انا لما سالتك اجيبهم في يوم. انا سالتك من شويه انت قلت لي انا ضد تحديد نصاب اصلا، مش كده؟ لما قلت لك علشان اجمع جمعيه عموميه تناقش ميزانيه. في فرق. عايز كام نصاب؟ قلت لي انا ضد تحديد الانصبه اصلا، مش كده؟ في فرق. ايوه. ان انت تحول هدفك لثقافه عامه، مش نصوص. يعني انك توصل عضو الجمعيه العموميه انه يجي مختارا. كويس. هو ده كويس. بس هو ده انا عايزه وتيسر له قدر امكانك. تمام. تيسر له قدر امكانك. تمام. فكره كلمه تحديد النصاب ده اهي بالاسم كده انا مختلف عليها. وانا وما زلت مش لازم. ليه؟ مش لازم 500 واحد. يعني في 500 واحد ينوبوا على 140,000 في تحديد مليار جنيه؟ والله اقسم بالله لو ال 140,000 ما جم هم يستاهلوا. طب ما احنا ده اللي بنقوله. احنا ده اللي بنقوله. لا انا بتكلم على يا سيدي. انا بتقول اصل ما ينفعش عايز اعمل مقرين علشان ما ينفعش العدد يبقى قليل. لا انا عايز اوسع قاعده المشاركه. احنا متفقين على دي ولا مختلفين؟ عايز توسعها وفجاه بتوافق على ال 500 يا سياده العميد. يا عم يصبح هو دوره.
يا عم انت بتاخدوا الكلام ازاي؟ يعني انا بقول لك انا بديك الحق، انت عايز انت اقرب لك مدينه نصر روح انتخب مدينه نصر، ما جاش ان شاء الله ما جه. طب ما في واحد طب ما في 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 الرئاسه وما حدش ترشح. طب اسالك سؤال، ينجح؟ استنى بس خليك معايا، اللي هو المقام الاعلى وما حدش ترشح، تلغي الرئاسه؟ لا طبعا. ولا هتقول بالتزكيه؟ لا طبعا. هنا بلاش نمسك، بلاش، عارف الفكره دي اخر حاجه، فكره الزوايا الضيقه دي خلاص. ما انت مش اسمع بس، فكره الزوايا الضيقه دي خطا. انا بتكلم على فكره القيد، انا بقى عايز احس الناس طواعيه ان هم يجوا كويس، مش عايز يجوا بقد ايه؟ يجوا ان شاء الله، يجوا بقد ايه يعني؟ ايه يعني في النهايه في محدد قانوني لازم يكون؟ لا مش لازم يكون في محدد قانون يا عم، انا قلت لك الدستور. طب انت بتخيط، بتقول مؤهل عالي وبتخيط، بتيجي تقول ما حدش يتصالح، مش دي قيد؟ انت موافق على عدم القيد؟ قول اه. يعني عدم القيد ان ما حدش يتخيل؟ لا لابد في محددات قانونيه، هو مش قيد. هو مش قيد على فكره، اثنين على واحد فاول، بس انا موافق. مش اثنين على طب دقيقه واحده، انت خلاص يبقى خلي رئيس الجمهوريه مش بالضروره يبقى معاه شهاده. يا بيه احنا بنناقش قانون النادي الاهلي والرياضه. هو قانون النادي الاهلي، هو النادي الاهلي ده بروز طالع من جمهوريه مصر العربيه كده شارد لوحده ولا جزء من المنظومه العامه للدوله دي؟ طب اديك نموذج برضه، حسين العقاد. العقاد عباس محمود العقاد، عباس عباس العقاد. اه ها معهوش الاعداديه. لا حول ولا قوه الا بالله. يا عم عباس محمود العقاد نما وصل للناس بموهبته يا عم، وصل لقلوب الناس. محمود ده المقياس بذمتك؟ لا لا لا، افرض افرض ان انا راجل عبقري في الاقتصاد وخدت شهاده متوسطه وعبقري في الاقتصاد والنادي بتاعي مقتنع بيا، تيجي ازاي؟ تيجي ازاي دي؟ تيجي ازاي؟ اه تيجي ازاي؟ بالعربي تشيبة. ايه العربي تشيبة؟ احسن صرح. والله انا عايز احسن صرح. برافو عليك، احسن صرح. برافو عليك، تقول لي ما معهوش مؤهل عالي؟ برافو عليك، ده يدير 30 نادي. برافو عليك. انا رايي ان العربي توشيبا نرشحه في الدوره اللي جايه في ظل الازمه الاقتصاديه احنا فيها دي، يحكم مصر. طب هينقذها. انا موافق يا والله سيدي. ما عنديش مانع. لا لا احنا قبضنا شرط المؤهل، احنا قبضنا شرط المؤهل وانا هعينه. في منطق وانا هعينه. عايز اقول لك على حاجه، قفزتوا انتوا فجاه. عايز اقول لك على اصل اللوائح والقوانين التفصيل دي، هو ده اللي بيزعل. هي دي حط هي دي حط القواعد العامه، هي دي اللائحه دي، هي دي. لا البنود اللي فيها قيود دي هي اللي جديده، اللي هي ايه؟ التفصيل الجديد، انما ايه؟ القديم ما فيهوش تفصيل. انت لسه مش مقتنع ان من عضو حقي انا؟ طب انا من حقي اخش مقر الجزيره ولا مش من حقي؟ لا حول الله. قول لي ايوه ولا لا. طب من حقي وفي حد من حقي اخش نادي مدينه نصر؟ طبعا. انا متصنف؟ انا نموذج للاعضاء الاهلي؟ مش تصنيف، انت اجرائيا في استحاله ماديه ان تتم كده. انا سالت حضرتك والله، وانا قلت لك انك اتفضل يا ابراهيم. خلينا نثبت الحق يا استاذ ابراهيم وبعدين نناقش الاجراءات. نثبته. اه حقه ولا مش حقه؟ حق اي عضو، اي عضو في النادي من حقه حضور جمعيته العموميه يحضر. واخد بالك؟ انت ليه عندك شكوك في الجمعيه العموميه كلها كده يا باشمهندس؟ لا لا خالص خالص، انا ده دفاع عن حق الجمعيه العموميه. ده انا بالعكس، ده هو بيدافع عن حق الجمعيه العموميه. على العضو اللي في مصر الجديده ان هياخد عربيته ويجي. شكوك في ان هم ينقسموا يا حمد بمعنى الاهلي. يا بدر انا عندي ثقه ان عضو الجمعيه العموميه اللي فضل طول عمره يجي ويسري الانتخابات بدون تقاعد، واللي نجح مجلس اداره بالكامل جديد، بالكامل جديد على ناس من اصحاب الخبره باكتساح، ما هم كانوا في مقر واحد. انا دي اللي انا عايزها. انا شوف ان عضو النادي يشيل الهم يوم. انا سالتك سؤال وقلت لك لو الجمعيه العموميه دي في يوم من الايام وصلت ل 200 300 400 الف ماذا انت فعلا؟ هتكون هناك من تحضر في الجزيره؟ اه تحضر. انا عايز اقول لحضرتك هو في مكان في مدينه نصر، والتطور الطبيعي اللي حضرتك بتقوله، التطور اللي حضرتك بتقوله لا لا انت هيوصلك ان انت هيوصلك ان انت تصوت من البيت. انا عادل القيع عامل جمعيه عموميه، ما اصل 200 300 الف دول لا هيكفيهم لمدينه نصر ولا يكفيهم الشروق. يعني انت كل اللي تخوف ان الانقلابيين اللي في نادي مدينه نصر يعملوا انقلاب ويستقيلوا. لا لا انت اللي بتقول جمله تحريضيه. انا اللي بقول. لا لا دي جمله تحريضيه. هو انا بقول دي جمله تحريضيه هقول لحضرتك. هو انا اللي بقول هنقسم النادي يا استاذ بلاش شغل السياسه اللي عايز اقول لحضرتك اللي انت محنك فيه اكتر. اللي هو ايه السياسه؟ ايه اللي محنك فيه اكتر منه؟ ده كلام ده تحريض. ايه استنى بس، ولما اقول لا جمله تحريضيه منها ايه يعني؟ انا بقول كده كلام انت بتقول انقلابيين ده كلام شيطاني. لما يبقى لما توصف الناس بكده اكن احنا اللي بنقول. هو كده انتوا المعنى اللي بيتقال دلوقتي ان هناك انقلاب. انا مصر من الشيطان اللي عايز اقول ده كلام تشكك في نفسك حاجه. هناك مخاوف حقيقيه انه تعدد المقرات. انا الشيطان، ما انا قلت لك انا اعترفت. طيب واحد منهم على فكره، هم كتير بس انا واحد منهم. تعدد المقرات يخشى منه. وانا ماشي الناس بتقول لي والناس بتقول لي لا ده انت كلامك صح. ماشي ما هو حقك، بس انا غبت عليك. انت انا غبت عليك وانا بغير عليك جدا. الشيخ زايد حقها يكون عندها مقر انتخابي؟ الشيخ زايد حقها حقها. ما كتبتهاش ليه؟ لا يراجع اي حد، يراجع في اي حاجه. انا بتكلم حقوق حقوق حقوق. اذا
حقوق عشر وبعدين 10 10 يعني تضمن فروع تضمن. بعد 20 سنه هتعمل في كل فرع لجنه انتخابيه وبعدين وتتناقش فين وتتناقش الميزانيه فين هتدورها ازاي يا بيه. ما انا سالت الانتخابات على مستوى الدوله ما عندهاش ميزانيه يا سيدي يا سيدي يا باشمهندس يا سيدي يا سيدي اسمع بس الاجراءات انا والله مستعد اناقش فيها بكره واذا ثبت اننا لن نستطيع ما الاجراءات اللي انت خدتها والله انت ما عايز تجاوبني الحكم بيطمن اهو اتفضل ميزانيه المليار جنيه هو انت مش كنت في الاجراءات يا باشمهندس ارجوك بعد اذنك عشان بس نوصل لنقطه موضوعيه شويه تعدد المقرات وعندك ميزانيه ضخمه مجلس الاداره ايا كان هو مين وامين الصندوق اللي القانون بيحمله مسؤوليه كامله عندك الجزيره ومدينه نصر والشروق وباذن الله تعالى التجمع والشيخ زايد واسكندريه مجلس الاداره اللي هيحاسب هتجيب بتوع اسكندريه بعد اذنك بعد اذنك مجلس الاداره اللي هيحاسب هيقعد في العباسيه ولا في العتبه فين مش في مجلس اداره ان شاء الله يقعد في الاستاد ما تفرقش معايا هو انا ضد برضو ان انت ما تجاوبنيش بس انت اللي عايز مش ده الاجراء انت في ميزانيه انت بتتذاكى عليها يا استاذ ابراهيم يا بيه والله ما تذاكى وانا والله بفهم طب انا بسال سؤال منطقي جدا في ميزانيه بمليار جنيه عظيمه لابد من اعتمادها لانها مسؤوليه قانونيه اذا ما حضروش يبقى فوضوا مجلس الاداره يقعدوا فين؟ المجلس يقعد فين؟ الحلقه قربت على الانتهاء لا بعد اذنك لو النبي يسيبك من التفاصيل ما نوصلش للنقطه لا مش الاعتراض موضوعي كلمه نصاب عموما النص على بنرجع النصاب لاول الحوار لاي إبراهيم. شيء انا ضد النصاب كان بيتخرج استاذ بدر استاذ بدر استاذ بدر بعد اذن حضرتك استاذ يا ابراهيم والنبي عشان خاطري اتفضل هذه مناقشه لن تنتهي ولا الفجر لانك اراء والاراء بتصطدم وبتتفق انا النهارده عايز اوصل بقى ده اتهامات قبل ما تبقى اراء اتهامات من كده حضرتك يا جماعه خلينا بقى ناس كبيره بقى ماشي لا كبيره امال احنا صغيرين ولا لا انا كبير انا ماشي وانا كبير عايز لا عايز ابقى كبير انتوا الاثنين قيمه يعني حول الله يا رب قول هنقضيها كلمه بكلمه قول يا باشمهندس يا والنبي يا كفر الزيات وقع بعض ماشي لا حبايب ده انا هشوف دلوقتي المنظر روح هيغديني خلي بالك بص يا ايها العميد الجميل اللي يعنينا دلوقتي خلاص تو ليت او زي ما بيقولوا ما بقاش في حاجه تتعمل الاراء كلها طرحت وناقشناها وما يحصلش غير في النادي الاهلي العظيم ده ان الناس تقدر تتناقش بهذه الاريحيه تمام ومحدش يزعل منها ونبقى حبايب واللي يزعل يبقى مش مننا ماشي خلاص ماشي طيب النهارده إزاء موقف معين انا متوقع هيسفر عن صدام يؤدي الى ان اللائحه اذا استمرنا على الشكل اللي احنا ماشي المسار بتاعنا ده ان الجهه المنوط بيها سواء عجبنا القانون او مش عجبنا او مش عجبنا هذا الكلام او مش عجبنا نعتبر ان احنا مش عجبنا لكن هم الذين يملكونا يقولوا لنا ايوه هنعتمد او لا مش هنعتمد هم بعتوا جوابات بيقولوا اللي مش هيمشي كده مش هنعتمده ماشي. من دلوقتي ماشي اذا لو النادي الاهلي ما اعتمدوش خريطه اللائحه الاساسيه اللي هيجرى عليها انتخابات مش هتقدر تفتح باب الترشيح ليه اذا هتفتحوا على اللائحه الاسترشاديه هو أيوة كده ايوه ايوه آه اذا ما هنا مفيش صدام هيفتح لك انت اذا هترضخ لا امال هتعمل ايه انا لو انا مش عضو مش مجلس انا مش مجلس اداره لكن اذا كان ليا ان انا اقول رايي كعضو في النادي الاهلي قول لي بقى رايك هقول حاجتين انا طالما انا واثق انني لم اخالف القانون ولم اخالف اللائحه بالنصوص مش بالفهم مش بالاستنتاج وانا واثق من موقفي القانوني اجري هاجر الانتخابات على اللائحه الاسترشاديه وهصعد شكاوي هلجا لكل الجهات القضائيه اللي انا فهد والاناه يا سيدي هو ده الكلام لا استنى بقى ده هو قال كلام مهم جدا لخص كل انا رايي كل اللي احنا فيه ده ملوش لازمه احنا نعمل لحظه واحده ونفذ واشتكي احترم النظام وبعدين احاول اغيره واشتكيه وابين العورات اللي فيه واجري باقصى سرعه تمام. لصالح افكاري تمام. وهو ده مربط الحل. الفرس والخلاف احنا مش مختلفين وعايز اقول لك معلومه ثانيه وانا شخصيا لو من مجلس الاداره هروح المحكمه الدستوريه اعمل اللي انت عايزه أيوة. اعمل أنا بقول لكن ما تصطدمش لان انا خايف من حاجه واحده بس انت اما هتيجي تعمل كده وتقول هعملها على بعد الاستفتاء على اللائحه دي هيجي معترف لك شبيهه مش هتعرف تعمل انتخابات واذا عملت مش هتعرف على اللائحه اللي هو معترض عليها يا سيدي اذا نجح يا سيدي اسمع ما انت بتقول هعملها على الاسترشاديه ماشي انا هنرجع لا تعمل على الاسترشاديه وتدعو بعد كده الجمعيه وتدعو بعد اللي ينجح بعد كده يا عم عايز يدعو ايوه ده اللي انا بقوله بس خلي بالك انا بتخيل لا والمسار القضائي لا يتوقف ولا يتوقف في كل المحافل القضائيه من دلوقتي ارفعه من دلوقتي ارفعه موافق من دلوقتي ارفعه لا ما هو لازم بس ما تصطدم ليه ما تصطدمش شوف بقى
كل اللي بنقوله ده عباره عن ايه؟ شقاوه حوار. وكل واحد متعصب لرايه. حلو التعبير الجميل ده. خلاص حلو يا عدل والله. والله خلينا بقى في الكلام اللي يهم النادي الاهلي. اخشى ما اخشى ان احنا لو صممنا ان احنا نعمل الانتخابات على اللائحه اللي بتعترض عليها اللجنه الاولمبيه اللي انا وانت بنقول مالهاش حق لكن تملك انها تقول تملك بلطجه مش تملك قانون تملك بلطجه اللجنه الاولمبيه ووزاره الرياضه بيبلطجوا بوضوح كده تملك باي صوره من الصور يبقى انا مش هقدر اعمل انتخابات. عارف يعني ايه مش هقدر اعمل انتخابات؟ يعني يعتبر المجلس منحل. ليه؟ ما هو عشان اصطدم بصحيح القانون ما مشيش مع القانون. انا طب اقول هات طب هيعتبر المجلس مستمر. هات لي البند في القانون اللي بيقول يا تسمع كلام يا روحك. فين ده؟ مفيش بند خلاص. لا لا في بند فين هو؟ قوله لي. بص الماده الرابعه في القانون خولت السلطه الكامله ده هو قال كده يا بند. يعمل ايه؟ قال كده. تعمل ايه اللجنه الاولمبيه؟ يعتبر المجلس كل ما تراه من اجراءات. بس انا مش عايز اتجادل لاني مش عجباني زيك مش عجباني. الفرق اللي بيني وبينك يا جماعه في نصوص صدقوني. الفرق اللي بيني وبينك انا مش عايز اعملها بصدام. انا اصبر بس عليها والنبي عشان الخطوه اللي جايه هي اخطر ما في الموضوع اللي فعلا بقى. سيبك من مقر ومن مقرين والكلام ده ماشي. اذا في اصرار على ان تقام الانتخابات على خلاف المقتضى او التعليمات بتاع اللجنه الاولمبيه والجهه الاداريه مش هتعترف بيها بدليل ان اللجنه الاولمبيه قالت لا هبعت مندوبين وسحبت الاختام يبقى ان هي مبايته ان تقول دي مش شرعيه. طيب هتيجي الاعضاء يقولوا كده رتبنا للاعضاء حقوق. الاعضاء هتعمل حاجه من اتنين. احنا نقول لهم والله جبنا لكم حقوقكم وروحوا دافعوا عنها وتبقى عمليه بقى تصعيد. دافع عنها ليه؟ ما هو يدافع عنها مجلس اداره. امال مجلس اداره ده بيعمل ايه؟ اصبر بس عليا. يا اما لا اللي هيحصل انا بقول لك كده. ان يعني كل يعني هيحصل كده. انا 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 استفتيت على حاجه وانت ما مشيتهاليش. مين اللي ما مشيتهاش؟ يا عم ياخد لائحته لو اللجنه الاولمبيه. يا باشمهندس عدل يا بدر بس خليني اخلص كلامي. اتفضل. الصدام جاي منين؟ جاي من الحته دي. ان في ناس عملت استفتاء المسؤولين عن النظام وقراره في الدوله ما اعترفتش بيه. هتعمل لي اجراء الله اعلم يبقى حل عدم اعتراف. انا هعمل مجلس اداره الجاي امتى وازاي؟ هي دي المشكله. هقول لك اولا انا شخصيا وانا ممكن ابص للكاميرا بعد اذنك بدعو كل اعضاء جمعيه العمال النادي الاهلي صرف النظر عن اللي هيعمله اللجنه الاولمبيه انهم يروحوا صوتوا بكثافه وتصبح مصير النادي الاهلي ومستقبله في رهبه مجلس الاداره ومن خلفه الجمعيه العموميه. اذا كان ده حقي ما فرطش فيه علشان خاطر ارض هشام حطب يا راجل. انا عايز اسالك سؤال. انا بتكلم على يعني انا عايز اسالك سؤال هشام حطب تاني ما انا هقول لك. انا مش عارف هو بيبلطج. ما بيبلطج يا سيدي. هو راجل هربان من التجنيد. مش انت قلت هنمشي؟ انت بترجع الكلام وتلحسه. احنا كنا وصلنا. ما انا اقول لك اشتكي. انت بترجع الكلام مجلس الاداره. لا بتقول لي همشي بالاسترشاد لحد ما غير النظام. اذا اللجنه انتوا حرين وافتكروا كلامنا. هقول لك بص هقول لك اخر كلمه. هقول لك كلمه بقى. ربنا يستر. الجمعيه العموميه اللي قادمه ليست فقط تصويت على اللائحه. الجمعيه العموميه القادمه هي تفويض لمجلس الاداره في الدفاع عن حقوق النادي الاهلي. النادي الجمعيه العموميه عايزه تروح. والله انا رايي انا كده. رايك وفين بقى مين اللي بيدي التفويض ده؟ لما اروح لو ما حدش في الدنيا ياخد تفويض مني. اذا في الجمعيه العموميه يا سيدي ولا اخويا ولا ابويا ما حدش ياخد مني تفويض. انت مش بتقول. انت الله مش ازاي الكلام ده بدري؟ انت مش بتقول. اللي انت بتقوله ده خطير جدا. اللي هو ايه التفويض اللي هو تفويض إيه؟ المجلس اللي هو التفويض ليه؟ اللي هم في الاخر اشخاص زينا بيتفقوا ويختلفوا. ما انت بتسيبهم يا عم. يلا يا عم خلينا اكمل بس جملتي. لا 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 يعني انا دلوقتي لما يبقى عندي 30,000 بيصوتوا على الجمعيه دي مش ده تفويض؟ لا اتفاقا على موقف مجلس. تفويض يبقى في كلمه تفويض. المجلس بسلطات. خد بال حضرتك ما في راي خطير. حطوها بقى حطوها هنا في رأي. يعني هو مش من حقه هيروح المحكمه بموجب ايه يا باشمهندس؟ بموجب ان انا عملت اجراءات هيقولوا له مش شرعيه. القاضي هيحكم فيها من اول يوم بالشط. انا من اول يوم بقول لك كده. والله خلاص يبقى القانونيين دول اللي بقى عندنا قانونين ما بيفهموش. احنا احنا كنا وصلنا خلاص النقاط. يمكن في حاجه خفيه. احنا كنا وصلنا النقاط. هيقول له اوكي عندك أنا حق. انا اعتقد ان في حاجه خفيه. طيب هيقول له عندك حق. عندك حق وانت صح خلاص. اللجنه الاولمبيه تسكت. طب يعني ما اخدشش في مشكله. انا مش يعني عايز يا سيادة العميد حد من الطرفين يتنازل. طب استنى عشان حد من الطرفين يتنازل. يعني انا عايز اسالك سؤال. هو الوزير خالد عبد العزيز اللي انا بقول لك الذي افسد انتخابات اللي فاتت خالد عبد العزيز بالظبط كده. انا اللي بقول وانا رحت له مكتبه وكان معايا الله يرحمه امثل يعني عبد العزيز كان معايا مجدي ياسين. الحمد لله. انا بقول لك اهو تاخير الكشوف ونكدنا كنا اشتبكنا في التليفون وخالد عبد العزيز بهذا الموقف السلبي اللي هو عامله. يا اخي انا وزير سياسي
انا في النهايه وزير كمل سياسي. عليها بس صح لو ايه لو ايه طاهر ابو زيد طاهر ابو زيد ثم خالد عبد العزيز انت مالك من طاهر ابو زيد ما انا بقول لك هو اللي انا رايي ان طاهر ابو زيد هو اللي فتح انتخابات افضل وزير رياضه جه في تاريخ مصر لا احسن رئيس وزراء ماشي كويس لكن في انتخابات الاهلي افسدها افسدها بالمشاركه مع خالد عبد العزيز يعني افسدها جاب مجلس اداره عمل الانجازات دي كلها يبقى افسدها لا يبقى افسدها هو لما كان طاهر ابو زيد بيعملها كان عارف مين هيترشح مين ما كانش يا عم طاهر ابو زيد عمل انتخابات بخلاف مش لا مش صحيح اللجنه مش بتاعتك ما كانتش قانونيه لا يا قانونيه بقى. ما انت مش عارف خلينا نعمل حلقه بقى لان احنا ما كناش تعال لنا يوم الخميس انا خميس الجاي اللي جاي ده اهو راجل بس انا عايز اقول لك معلومه بس قبل ما اقوم احنا ما كناش لجنه بتعمل انتخابات احنا كنا لجنه اداريه انا هجيب لك صور اعضاء اللجنه القضائيه الهيئه القضائيه اللي كانت بتدير ولم يسمحوا لواحد انا عايز القرار بتاع حضرتك كنت حضرتك قراري انا لجنه اداريه تحل محل رفع الانتخابات لا يا فندم يا سياده العميد كنت في هذه انا هجيب لك القرار طب خلينا بس في الربط بين الموضوعات كنت في هذه اللجنه كنت موافق على ان النادي الاهلي يعمل لائحته مجلس الاداره القائم وقتها ومجلس منتخب لا اترفض حط مشروع مطار ابو زيد اترفض نفس بعد ما وافق له كويس وقف في النهايه الموافق كان في وعاقب لائحه عاقب الجهه الاداريه مش كان من الممكن الاهلي من خمس سنين يملك لائحته ويدير اموره وما يحتاجش دلوقتي ده ما كانش القانون بيسمح ما انت ضد القانون انا قانون لا انت بتقول انا مش معايا القانون انا مع النادي الاهلي انت عايز الصراحه القانون القديم كان حاطط مسؤوليه في رقبه الوزير اللي هو بيتهرب منها دلوقتي بموجب القانون الجديد استاذ ابراهيم اعتقد دهمنا الوقت واستمتعنا بالمناكفه لسه معانا وقت عشان نوصل لانه بيقول لي انت زهقت ولا ايه؟ في دقايق لا لا في دقايق يا ست بس معانا احنا كنا وصلنا الجزئيه يا شباب دلوقتي نكمل ولا ايه؟ انت حضرتك قلت كلام ورجعت عنه اللي هو انا مش سامعك ان انا دلوقتي كمجلس انا كجمعيه لازم اجي واصوت على اللائحه اكتمل النصاب اكتمل ما اكتملش اشتغل بالاسترشاديه وبعد كده الحقها قضائيا مش كده؟ لا دي لحقه قضائيا من يوم ما ترفض من دلوقتي اللايحة. من والله من دلوقتي من دلوقتي كويس أنا لكنه موافق والله لكنه الحل ايه انفذ ولا انا ان يكون لي حق واتنازل عنه ببند الاذعان ولوي الدراع اللي بيعمله خالد عبد العزيز وهشام حطب انا ضد ان محمود طاهر يخضع صالح سليم في يوم من الايام رئيس الجمهوريه جاي يحضر ماتش نهائي وحطه للوزراء وقال له صالح سليم هتقعد في الصف اللي ورا قال لهم رئيس الجمهوريه ضيف النادي الاهلي انا ما اقعدش ورا هلا رجعت تسترشد بيه وانا اقدر انكر قيمه صالح سليم هو انا اقدر هو بقول لك يا كابتن بس صالح سليم انا اقدر انكر قيمه صالح رئيس الجمهوريه مش من حقك تحضر من لا ما قالوش مش من حقك قال انا صالح سليم انا رئيس النادي الاهلي ده النادي الاهلي هو كان بيدافع عن ده النادي الاهلي مش النادي الاهلي اللي اتقال له بخ يجري هو ايه هم ما بيبلطجوا على النادي الاهلي ولا ايه؟ احنا بنقول خالد عبد العزيز وهشام حطب بيبلطجوا قانون غيره برفع قضيه خلاص ده اللي عرفته ده بذمتك وزير قاعد يتفرج وبعدين يطلع في مداخله تليفونيه يقول للنادي الاهلي يعمل اللي هم عايزينه انا مش هقول لهم حاجه بس مش هنعترف ايه ده ايه ده الوزراء دول هل احنا نحط ايه الوزراء دول ايه يا عم ايه الوزراء دول ده وزراء جداد علينا الوزير يجي يقول تعالى 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 النادي الاهلي تعالى هشام حطب تعالوا قولوا لي في الحق فين اذا كان القانون بيديله القانون ولا مش بالقانون القانون الجديد ما بيديلوش الحق القانون إيه؟ القانون اللي مجلس الوضع يعني بقول لك يا باشمهندس يعني هشام حطب بيقدر يتصرف بعيد عن خالد عبد العزيز قانون اللي يتصرف قانون اللي يتصرف القانون اللي يتصرف المفروض والمفروض ده بيحصل كام في المية في مصر احنا مالنا مال الاعراب هو في النهايه انت حضرتك بتحترم يا جماعه نضحك احنا مصريين وعايشين مع بعض هنضحك على بعض كويس كويس المفروض ايه احنا انت بتتكلم في حته ثانيه لا ما بتكلمش انا بقول لك اهو هذا تواطؤ هذا تواطؤ من خالد عبد العزيز وهشام حطب كلام انا اتحمل مسؤوليته يا عم انا حر وانا بقول لك خالد عبد العزيز متواطئ كويس وخالد عبد العزيز وزير سلبي وزير سلبي وجهه نظر ما اعرفش عايز يعمل ايه يعني متواطئ معاك ده هو اللي جاب المجلس دفع وعينه وشاله النص لا لا متاسف مش هو اللي عينه اللي عينته الجمعيه العموميه المجلس ده مش جاي من البيت لا 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 متاسف ما نجريش وراه النادي الاهلي ده اللي جاب المجلس الجمعيه العموميه اللي جابته الجمعيه العموميه بس في محكمه قالت حاجه قالت في حكم المحكمه ابطل الانتخابات واذا خالد عبد العزيز غير قرار غير ده يبقى ضد رابطه الجمعيه العموميه ايه المحكمه يا سيدي خد قرار في الاخر لصالح انا عايز اسال يعني ما هوش ضد المجموعه اقصد اقول انا يعني. مش دعوه بالمجموعات انا بتكلم عن حقوق عامه ماليش دعوه بالمجموعات انا انت بتشخصن لي ليه انا ما بشخصنش خالد عبد العزيز وهشام حطب بيبلطجوا لا طيب. قانون ولا يحزنون هو عندما يتدخل الوزير كابتن طاهر ابو زيد لما تدخل تدخله كان محمود بالنسبه لك باللي هو ايه يتدخل يا عم انتوا يا طاهر ابو زيد عامل لكم مشكله لا ولا مشكله خالص ولا مشكله خالص بس انا بقول عايز الوزير لا ما عملش الاهلي مشكله عايز الوزير طاهر ابو زيد خدم الاهلي وخدم مصر ووزير حارب فساد بمنتهى الرجوله كويس بوضوح كويس وانا مش عايز اتكلم في تفاصيل هنا كويس
يعني انا مش احنا في النهايه بندعو الاحترام بلاش نخلي الموضوع احنا في النهايه بندعو جميع لاحترام القانون مش كده هذا القانون ما يديش السلطه للوزير لو الموجود الكابتن طاهر ابو زيد دلوقتي القانون اللي موجود ما يديلوش الحق مش بغض النظر عن خالد عبد العزيز او طاهر ابو زيد او العمري فاروق القانون اللي اقر ده رايكم وده رايي ده نص القانون يا عم يعني لا انتوا في النقاط خلاص في خلاف ده رايكم وده رايي في خلاف في التفسير ده رايكم وده رايي اذا بهذا الخلاف في تاسيس في 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 خناق كيف ننهي هذه الازمه في سطرين كيف ننهي هذه الازمه في سطرين وهذا انا اعتبره مش هنعاقب ده رايك هذا اقتراح يعني القانونيين الثقاه اللي يعتد بيهم يؤخذ رايهم اذا كان ما يفعله النادي الاهلي هذا في حقوقه اذا تنازل يحاسب تاريخيا وانا حاسبه انا بقول لك حل المشكله يا عم قول لي كيف تحل المشكله لا تتحل المشكله يبقى لوي دراع تحل المشكله يجي خالد عبد العزيز ويجي يقعد كده ويجيب يعني يعمل نفسه وسط في محضر خير تعال يا عم هل هناك اذا بهذا النداء هل هناك العميد بدر بيناشد ما بناشدش بيطلب انا ما بطلبش من حد بيطلب حاجة. من الوزير خالد عبد العزيز يعمل دوره السياسي اعمل دورك السياسي كوسط خير تنهي هذا الخلاف قبل ان ينهي يا عم بقول مش مواد يا عم لا هذا الخلاف لو بدا تداعياته خطيره جدا ماشي ارجو لكن هو خليني اقول لك اكمل فكرتي من الراشدين اكمل فكرتي هذا الوزير بموجب موقعه السياسي وموقعه السياسي قبل ما يبقى تنفيذي يقول هناك ازمه نتج عنها قانون معوج ولائحه اكثر اعوجاجا أيوة. علينا ان نتدارك هذا الاعوجاج تعالوا كيف نخرج من هذا الموضوع بالاطراف كلها اللي له حق في حاجه ياخدها النادي الاهلي اللي عمله طب حقه ينفذه طب مش عيب ما انت بتقول قانون معوج اللي هيناقشك من خلال قانون معوج لا انا اعتقد ان اللائحه انت اسف انت كنت وصلت الحل احسن من كده من ربع ساعه اللي هو ان احنا نتقي الصدام ونمشي في المسارات القانونيه ماشي انا موافق والله بس انت لما حبيت تقول طرح تاني قلت لك لا لا عندنا ما عنديش طرح سياسي والله يبرق عنده القدره انه يعمل كده يعمله انا عمل كده اهلا وسهلا لكن اذا ما عملش كده ارجو ان احنا لا نصل بالامور لحد الصدام اللي دخل الاهلي في متاهه غير مقبوله اذا كان حقا للنادي الاهلي على النادي الاهلي ان يصطدم دفاعا عن حقه بالحق بالقانون زي ما انت بتقول اذا متفقين ماشي. على ارضيه قانونيه واحده ماشي على كل الاطراف ان تصغي فقط للقانون سياده العميد شاكرين لك جدا القانون ولا اللائحه القانون لا لائحه بدون قانون اللائحه منبثقه من القانون انا اولا انا والله سعدت جدا سعدنا بيك بهذا الحوار وخلي بالك القعده دي هنكملها في الدوار عندك لا انت خلي بالك بس ايه بقى في واحد في بلدكو بيقول لي لا سيبك من الدوار ده في فرع للدوار عندنا تعالى عندنا وانا هروح له يعني نروح انا وانت بس اسمعني بس انت عليك عزومه غدا خلي بالك وانت هربان مني يا عم مش هربان مني انت اللي بتزوغ انا بزوغ والله العظيم ثلاثة في الحته اللي انت عايزها عايز تعملها في فرنسا في مكسيم هتعزمني في مكسيم امال ايه يا عم انا فلاحتي كنت بقعد على الطبليه باكل عيش وبصل هتوديني مكسيم يا عم خلينا على قد مكسيم هنا اصل في 6 اكتوبر بتسرح بيا يعني بتسرح بيا اذا نتمنى ان تكون وجهات النظر القانونيه بالذات وضحت صحيح الحوار كان فيه قدر عالي من الغيره على النادي الاهلي والحرص على مكانه النادي الاهلي مش يعني في مجلس الشعب بالظبط الاثنين سياسيين الاثنين من كفر الزيات شكرا لك يا سياده العميد صديقي واخي هنظل نناكب في بعض ونتفق ولكن دائما نحترم بعض ولا نفسد للود قضيه وانت على راس الفوز ويبقى الموده بيننا طبعا يا باشمهندس عدلي وفي كل انتخابات انا هاجي لك وازكيك ربنا يخليك يا باشمهندس وانت شكرا جزيلا لحضراتكم على انت اخويا الكبير وصديقي شكرا لك شكرا لحضراتكم على هذه المتابعه دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله ويبقى الأهلي دائما زين النوادي عبد الحليم حافظ